ماما قايمة. شو هاد يا؟ ما بيحلى لجرجر الكراسي إلا وأنا نايمة. صباح الخير ماما. صباح النور ماما. يلا غسلي وشك وحطي حواضر لأفطر أنا وياكي. ماما هلا ليش بتحبي تعذبك اليوم الثاني؟ هلا هذا اسمه تعذيب؟ أنا عم مسح الأرض ونفذ الغبرة بس. أي ضروري يعني؟ ولك بنتي أنت شو دخلك بالموضوع؟ حدا طلب منك شيء؟ لا بس ما بحب في ولاء البيت مكركب. لك بنتي الله أمر بالنظافة، شو مكركب وما مكركب؟ يعني نحن وسخين؟ أي ما في حدا غيري وغيرك بهالبيت؟ ولو كان بيلحقنا النمل والحشرات. طيب امي انت ليه؟ ولك بنتي انت ليش بتحبي الاخذ والعطاء؟ قلت لك روحي اسحبي الشراشف وحطيهم بالغساله خلصيني. اي ما قلتي لي حط فطور؟ اي ما اختلفنا، اسحبي الشراشف وحطي الفطور، صعبه الشغله يعني؟ يا الله شو هذا الواحد بفيه من الصبح على الشغل؟ ولك خلصيني بلا بربره. انه امتى بدك تبطلي لي عاده هالسهر لانصاف الليالي؟ عم بتسلى بدك، شو في وراي يعني؟ الدنيا صيف وما بدي فوت نام بكير. ايه مزبوط، بس التلفزيون بينزع العيون والاخلاق كمان. ليش فكرك على شو عم تفرج؟ شو بيعرفني؟ انا فوت بنام بكير وبترك هالريموت كنترول بايديكي وبتقلبي على كيفك. لا تخافي ما عم بتفرج على شي مو منيح. والاغاني الاجنبيه اللي عم تشوفيها؟ ايه شو بها الاغاني كمان؟ يخرب بيتهم هنن والاغاني اللي عم يسووها، ولي علاقتهم شو ما بيستحوا، كلها تشليط وقلة حياة. ايه مزبوط، بس انا بقلب على محطة تانية بمجرد ما تطلع غنية مايعة. معلش ماما، انا بدي شفر كل المحطات وحط لها رقم سري. ماما شو تشفريها؟ معلوم بدي شفرها. وليش بدك تحطي لها رقم سري؟ لتحضريها لحالك ما؟ ورصاص يخلع رقبتك، انا ما بشوف هيك شغلات، فهمتي؟ ماما ليش هيك عم تعامليني كأني عدوتك؟ يا ماما يا ماما، انت ما بصير تشوفي هيك شغلات، لساتك صغيرة. رفقاتي كلهم بيشوفوا الاغاني والافلام الاجنبيه وكليبات مادونا وحنان المرعبي، يعني بدك اياني يكون قدامهم مثل اطرش بالزفه؟ اصلا ما عم ينزعلك اخلاقك الا رفقاتك. مشتي يا ماما شوفك حامله شي كتاب من هالروايات العالميه اللي بتسلي. والله يا ماما القراءه مفيده. شو بكي ماما؟ كلي، ليش ما عم تاكلي؟ شوفي كيف مصفرة وقلبي عرق ونص. لا بدي اكل لا بدي اشرب، والف مرة قلت لك لا تجيبي سيرة رفقاتي على لسانك. شو مهم رفقاتي يعني؟ انا مين اللي غير رغد وعلا؟ قولي ريا وسكينة يقطع. الحاجة بقى ماما رح تجنيني من عند الصبح. شوفي رؤى، كلمة تانية بحط التلفزيون بالغزانة وبقفل عليه، لا تحديني، انت مالك قدي، انا عم بحكي هالشي لصالحك. شو شايفتك عم تطفي ملوخية؟ ايه تقبريني، بكرة بدي اطبخ لك اياها، مو انتي بتحبيها من تحدياتي؟ ايه مبلا. يلا هلا بدك شي ماما؟ شو بدك شي ماما؟ ليش لوين رايحة يا مهوة؟ رايحة لعند رفيقتي سلاف. وشلون رايحة لعند سلاف بقى؟ رايحة، شلون رايحة يعني؟ والله فكرتك لابسة مشان تعدي قدام جارتنا. مين جارتنا؟ قلت لك امبارح انه جارتنا بيت شعتاني جاي لعنا. جاي لعندك امي مو لعنا. وبدك تتركيني انا وياها لحالنا؟ ايه شو رح تاكلك يعني؟ بلا قلة ادب طولة لسان وليها. توبشيني يا امي، انتو نسوان كبار كنت تحكوا بالطبخ والنفخ والحبل والولاده والزواج والطلاق، ايش ما عدني بيناتكم مثل خازو البحرة؟ وبدك يعني اترك الضفه لحالها واقوم اعمل لها قهوه؟ يا امي هلا بحط لك ركوه القهوه على النار وبعمل لك القهوه، ما عليك الا تصبيها بالفناجين. وانا ما بدي افتخر انه عندي بنت صبيه وما في غيرها. يا الله بيعرفوني امي، ليش ما بيعرفوني؟ لا حول ولا قوه الا بالله. وقديش رح تطولي ببيت سلاف؟ امي مالي رايحه لعند سلاف. لكن لوين رايحه؟ لسه ما اعتمدنا، بس انا اخذت الموبايل معي وبس نعتمد الكافيتيريا اللي بدنا نقعد فيها بحاكيكي. بدك تعدي انت وياها بالكافيتيريا؟ ايه شو فيها؟ انتوا تنتين لحالكم؟ ايه شو رح يصير علينا يعني؟ عادي لشوف قدامي عادي. ليش؟ قلت لك عادي ولا تفوري لي دمي، عادي لشوف. شوفي رؤى، انا ما عندي بنات يقعدوا بالكافيتيريات وهنن بهالعمر. شو فيها يعني؟ رح نقعد وندردش ونرجلنا شي ساعه زمان بعدين نرجع. شو بدكم تارجلوا؟ ايه شو فيها يعني؟ كل البنات عم بيارجلوا، لا واصغر مني كمان. اذا هنن عم يارجلوا هنن احرار،
أما أنا ما بسمح لك بالأرجيلة لو طبقت السما على الأرض. أصلاً هي جزاتي لأني صارحتك وقلت لك الحقيقة، كان بإمكاني روح أرجل وما خبرك. وليش مين قال لك إنك رح تروحي على الكافتيريا بالأول حتى أسمح لك تأرجلي؟ العم يضربك ضرب. أمي مو هداك اليوم دوقتيني الأرجيلة لما كنا بصيدنايا؟ اتنكسر إيدي لما دوقتك إياها، ما خطر لي بنوب إنك رح تاخديها عادي. إيه عم ننفخ تنفيخ ما عم نبلع. ولك سدي حلقك بقى، والله ولا كأنك بنتي اللي بعرفها. بعدين كيف توعدي رفيقتك بدون ما تخبريني؟ وشو هاللبس المبهدل اللي طالعة فيه؟ هلا هاد لبس مبهدل؟ مين اشترى لي اياه؟ مو انتي؟ ايه اشتريتي لك اياه لتمسيه قدام الجيران ورفقاتك وقرايبينا، مو لتنضربي على قلبك وتطلعي فيه بالطريق؟ ايه هي هي الموضة، مو انا الوحيدة. ايه تضرب الموضة ويضرب اللي طالعها شو مبهدل؟ العم على هالقصة، يعني ضروري نكشف جسمنا مشان الموضة؟ شوفي هالبلوزة اللي لابستيها، لك إذا لبستها للقطة بتطلع صغيرة عليها، يعني إذا قصعتي لورا ببين بطني، وإذا طخيتي لقدام بينكشف كل ظهرك. ايه لا تخافي بمشي مثل عصاية. اسأل الله لما كنا نعيب على الهنديات لأنهم ببينوا بطنه، صرنا هلأ أمر منهم. هلأ بدك إياني اطلع دقة قديمة قدام رفقاتي؟ لك لو تشوف فرح شلون بتلبس، شو كنت عملتي يعني؟ شو بدي فرح؟ هلأ ضروري شو ما عملت فرح نعمل مثلها؟ يا ماما، يا حبيبتي، يا رؤى، أنا ما بدي إياكي تلبسي مثل ستي، بالعكس أنا ما بيهون علي. يا ماما نحن لازم ناخذ من الموضة الشيء المحشوم، يعني هلأ إذا شافوكي أمهاتي اللي عم يخطبوا لأولادهم. هلأ شو جاب سيرة الخطبة وجواز؟ أنا هيك يلي عجبه عجبه واللي ما عجبه عمرينه. ليكي رؤى، بلت شك كفين على خلقتك بعميكي ها؟ ايه وهلا؟ هلا لا في روحة ولا في جاية، فوتي شلحي وانقبري بالبيت، وإذا سلاف بدها تشوفك تجي لعنا لهون، أما شيت إني اسمح لبنتين فراتيك يروحوا يقعدوا بالقهاوي مثل الشباب المشوربة، فهذا شيلي لي إياه من بالك نهائياً ولا تحلمي فيه بنوب، وإذا بدكم تشموا الهواء أنا باخذكم، أما إنه تروحوا. خلص خلص، لا عاد بدي فوت ولا عاد بدي اطلع، بدي ضلي قاعده بالبيت مثل الفاره المحبوسه، عجبك هيك؟ انا فايت نام. من هلا؟ اي من هلا. يا ربي يا الله، ليش بتغطى علينا امهاتنا؟ يعني ما كان بيصير تخلينا نختار امهاتنا يلي بيفهموا علينا؟ لا تفضلي اهلين. تفضل هي امي استلم. وصل ولا يهمك، اهلين بالليدي. ليش زعلانه؟ تفضلي على الورشه، هلا بينفضوكي برفق الا ما يلتقى لك راغب. تفضلي. بخاطرك خالي. مع السلامه يا بنتي. قلبي معك. فوتي فوتي معلش، فوتي خدي راحتك تجولي. المعرض كبير. بيكسل
بيج سيل 50% 50%. اوكازيون اوكازيون. مرحبا. أهلين. أنا اخترتك لحتى تكوني أمي، ما بعرف ليش بس قلبي لهفلك. وأنا كمان. تفضلي ماما حتى نروح على البيت. أمرك حبيبتي، ميرسي لاختيارك إلي. بيكسل اطلعي ماما. بيكسل أوكازيون أوكازيون. سلريتا كالاماري سلريتا كالاماري. معرض الأمهات سريتا كرماري سريتا كرماري. بيكسل بيكسل بيكسل. أوكازيون أوكازيون أوكازيون. تفضلي ماما. يسلموا إيديكي ماما. لك شو هذا حاطيلي فيها شلمونة حمرا مثل تبع الأولاد الصغار؟ أنا روح قلبي جامايكا وقد ما شربت منها ما بشبع. صحتين على قلبك ماما. أمي صبي لك شي كاسة وتعالي نشرب أنا وياكي سوا. معلش ربي أنت أمي، أنا ما بدي، مالي مرق فيها، بس يا ريت تخففي لنا هالتدخين شوي. مشا صحتي مو هيك؟ لا بس خنقتينا بالريحة. أنا بحب السيجارة كتير وهي بالحقيقة نقطة ضعفي. يخرب بيتها شو طيبة. أنا روح قلبي الدخان من أنا وصغيرة، من وقت ما كان عمري 14 سنة كنت أسرق الدخان من باكيت أمي وفوت على التواليت دخنه، وكانت أمي تصرخ علي وتقلي شو عصيتي بتواليت، وأنا أقول لها يلا يلا رح أخلص. أنا كان قصدي أني رح خلص الباكيت كله. ومن كتر شراهتي للدخان صفروا أظافيري. أي خرب بيتها شو لذيذة، وخاصة بعد أكلة زفر. بس بيقولوا كل سيجارة بدخنها المرق بتقصر العمر. بلا مرق بلا أرق. إيه ستي الله يرحمها صار عمرها 95 سنة، ولما توفيت كانت عم تدخن لك بالزور بالزور لحتى مرصوا السيجارة من بين أصابيعها من كتر ما كانت عاصة عليها. خدي لك شفطة ماما، ما في حدا غريب، أنا أمي. بلا لي إياها تسلميلي. إيه مو مشكلة لك، قومي جيبي لي شوية تلج لأنهم هدول دابوا. حاضر ماما، بس مطولة بالسهرة يعني، صارت الساعة 2:30 وجفوني طبقوا من النعاس. أنا لسه بكير قاعدين عم نطق عنك أنا وياكي. بس راسي عم يوجعني وبلش أصبح حتى يصحى راسك. قومي شعلينا هالتلفزيون وقلبينا على هالدش، لأنه قالوا اليوم بدهم يحطوا فيلمين كتير حلوين. شو هنن؟ الأولاني رعب، هذا اللي بياكلوا فيه الوحوش وربط الأعضاء تبع البني آدمين. وليه؟ عم قلك حلو كتير ماما، في ساسبنس. والتاني؟ كمان رعب بس غير نغمها. شو اسمه؟ عويل في المشرحة. وصلت شايفته للفيلم مرتين، وهذا بيحكي عن شخص طيب فجأة بيصحى بيلاقي حاله ملقح بين الميتين بالمشرحة. خلاص ماما خلاص، ما بقدر نام بالليل بعدين. أصبحش علي لي هالتلفزيون من عندك وعلي لي الصوت، لأنه أنا ما بنسجم إلا إذا كان الصوت عالي كتير. صباح الخير. وانتي من اهله؟ اخص عليكي، هيك بتتركي امك لحالها وبدون ما حدا يسليها؟ يلا بتسلى بالفستق والكاجو شو بصير يعني؟ ها. ها.
ماما 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 قومي، صارت الساعة 2. ولك ليش ما غطيتيني بالليل؟ اخذت برد ونفسي عم تلعب. ايه يمكن من الافلام اللي شفتيها امبارح. لا تذكريني بنوب، يخرب بيت هالافلام. بس بدي افهم شلون بيخرجوها هي. ماما قومي غسلي وشك حتى يصحى راسك. خلص ماما مو مشكله، هلا بغسل. قديش قلتي لي صارت الساعه؟ صارت الساعه 2 بعد الظهر. 2؟ ولي اصبح افتحي لي التلفزيون على هي المحطه الاكس واي. ليش؟ شو فيها؟ لك بدهم يحطوا هي الغنيه الجريئه تبع مايكل جاكسون. ماما انا جوعانه كثير، انت مو ناويه تطبخي؟ بطل الطبخ. ولك ماما بطل، حدا بيطبخ بهالايام والمطاعم موجوده. هلا بطلب اكل، وعلى بين ما اطلب ضبي لي انت هالاوضه وجيبي لي علبه الدخان وكاسه جمايكا مليانه ثلج. يلا يا رؤى، يلا ماما يلا. لك هلا بيموت الكركن، هذا مو طيب يتاكل الا اذا كان عايش. يلا. شو هاد ماما؟ شوفي ماما، هاد بزاق بحري بس طعمه كتير 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 لذيذ. صحيح هو بطيلس بتم طيلس هي، بس طعمه كتير كتير طيب. شايفة ماما؟ هاد اخطبوط كتير كتير طيب، شي فاخر. وهاد كركن، هاد ما بياكلوا إلا إذا كان عايش، يعني لسه في روح. بتقيمي إصبع من أصابيعه هيك بتحطيه بتمك. صحيح إلى حوصة بس بعضة صغيرة بيمشي الحال، بس مثل الفستق يا ماما. شايفة هدول؟ هدول ضفادع مربعين على الغالي ماما، كلها هبر وخاصة الفخادة. شوفي هيك بتاكليها هيك مع الصوص، ما في أطيب منها. شو بكيلك أمي؟ ليش كل هالقد بتاخدي؟ أي ما أعمل صندويشة لبنة أحسن لي. مسكينة مالك بالطيب نصيب. والله بتعرفي طعمة أمي. ها أي ضفادع بتتاكل. يا رؤى، ماما رؤى. نعم ماما. ايه شو ما خلصتي لبس؟ بلا ماما خلصت. شو ها؟ شو هاللبس اللي لابستي؟ شو بو لبسي؟ روحي روحي غيري لي اياه، لسه عنا شغل كتير قبل ما يجوا الضيوف. يلا. يعني شو بدي البس؟ البسي لك فستان من فساتيني اصغر ما في يوم بيجي قياسك. ايه ماما بس فساتينك ما بتناسب عمري. لا تجاديني باللبس، بدك تلبسي على مرائي انا مو على مرائي. بعدين شو هاد؟ شو هالمكياج البايخ اللي عاملتي لي اياه؟ مكياج بناتي بيناسب عمري. لا هذا اسمه علاك مصدي، انا اصلا من بكره كنت ناوي اخذك اعمل لك تاتو وكونتور. انا؟ ايه انت اذا كان انا. بس انا صغيره على هالشغلات. قال صغيره قال ايه المسخ يمسخي. يلا اعملي اللي قلت لك عليه. حاضر ماما. وينك رؤى؟ حطي لي صحون سكاير وموالح قبل ما يجوا الضيوف. ها اجوا الضيوف. جيبينا ورق اللعب. تفضلي ماما. يسلموا ماما. وعملينا 3 أرجيل معسل وواحدة عجمي مشان عبي نافوخي، وحطي لي غنية الأطفال. تكرم عينك ماما. ايه ستي شو بتحبوا تلعبوا اليوم؟ كون كان ولا طرنيب ولا تريكس؟ لأن المرة الماضية وقت لعبتوني تريكس حملتوني الختيار الكبار، بس هالمرة ما رح خليكم تغلبوني، مشان هيك رح لعبكم كونكان. أنا بالكونكان شاطرة. شو هالحظ اللي إلي؟ أنا اليوم الحظ مجافيني. إي لا بدينا من أول جديد. معرض الأمهات 50.
معرض الأمهات الخمسين، تظاهرة سياحية اجتماعية ملفتة. يلا يا بنات، يلي لازمكن أمهات، لحقوا حالكن، لحقوا قبل ما يخلص المعرض. سريتك يا رماري، سريتك يا رماري، بيج سيل بيج سيل. يلي لازمه أم، التبديل فوري، خدي وامشي يا عروس، جيبي أمك وخدي أم. سريتك يا رماري، بيج سيل بيج سيل. ديوتي فري ديوتي فري، عاوز فركاوف عاوز فركاوف. مرحبا عمو. اهلا وسهلا بالصبية، يا اهلين وسهلين، اهلين بالعروس الحلوة. ممكن بدل امي؟ ايه على عيني وراسي، ليش لا؟ تفضلي لجوا، يا اهلا وسهلا، ويلكم. اهلا وسهلا ليدي، بوشك على الورشة اذا بتريدي، هنيك بيعملوا لك روداج وتلميع وبيفتلوكي، والا ما يلتقى لك راغب. اهلا وسهلا ومرحبا. عاوز فركاوف عاوز فركاوف. ساري دقل رماري، ساري دقل رماري. يسعد صباحك ماما. صباح الخير يا بنتي، فأنت زينة البيت. أنا اخترتك حتى تكوني أمي، موافقة؟ ونعم الاختيار يا بنتي، ونعم الاختيار. أصبح تفضلي معي على البيت لو سمحتي. بيت علم وأدب وسرور وطرب، نقطع الوقت به بين جد ولعب. ماما رؤى؟ خير ماما، شو في؟ شو هاد؟ شو هاد؟ أنا اللي عم بسأل. مجلات؟ مو مجلات هدول؟ شوفي ماما، أنا هيك زبائن ما بحواها ببيتي بنوب، ولا بسمح لبنتي تقرأ هيك شي مهما كانت الظروف حالك. طولي بالك علي شوي، لي يصحى راسي وصير أفهم عليكي. ماشي، حضرت لك شيء بيسرك كثير اليوم. حضرتي الفطور؟ لا، حضرت لك مخطط لقراءاتك اليوميه. شوفي ماما، هاد حضرت ما قبل الميلاد لهوشكوس برافانتس، وهاد اشعار اوسخيلوس قبل البلوغ، وهي اشعاره بعد البلوغ، وهون في سلسله الادب المقارن للدكتور. طيب طولي بالك ماما، لفتح عيوني. ماشي ماما ماشي، فتحي عيونك والحقيني. كما أن التلاقح بين الحضارات الفينيقية وحضارة ما بين النهرين نتج عنه ازدياد في المعارف الإنسانية والكم المعلوماتي، مما أدى بالتالي إلى بروز الكثير من الفطاحل والأعلام في مختلف الميادين. أما الحثيون والآراميون والآشوريون والكلدانيون فقد استعانوا بموروث ليس لهم وبمخزون لم تقم عليه ركائزهم، ولا هو منهم ولا من حضارتهم في شيء. ترموز أكل اللوز يا ترموز. امشي، أنا 100 مرة قلت لي هذا الترموز أكل البقر، بعدين بيعمل كتم للمادة. المهم هلأ قولي لي، شو فهمتي من الفيلم اللي حضرناه؟ بصراحة ما فهمت شيء. لا يا ماما، هذا الفيلم ليوسف شاهين. وإذا كان يعني بدو ناس أكبر مني ليفهموا، ولا حالة أفهم هيك أفلام. ماما أنتي مجذوبة شي لحتى تحكي هذا الحكي؟ هذا الفيلم حائز على جوائز عالمية. وإذا يعني يتهنوا هنن جوائزهم، أنا ما فهمته. أنتي فهمتي؟
امشي امشي بسرعه دوبنا نلحق. لوين؟ بدنا نحضر محاضره وجوب ما ليس له وجوب للاستاذ العدناني. امشي بسرعه. هلا امك بدها تطلع قاعده معنا. هي هيك بتحب تتسلى. تفضلي خالي. يسلم وجهك. الله يسلمك. تفضلي ماما. شو هاد خالي؟ هي أكلة حلوة تركية اسمها أردون توس بشاي. دوقوها ما أطيبة من تحدياتي. إيه ما حبيتها أمي، من اسمها ما حبيتها. دوقيها بعدين نحكمي. شو هاد؟ طعمتها كتير غريبة. حبيتيها ميرامار؟ يعني إذا الواحد بده يمرقها بتتمرق. هي أكلة كان الرومان يعملوها وقت الحروب، لأنها مؤلفة من ثلاث عناصر ضرورية كتير: المعادن والأملاح والشوارد. وكان الرومان يعملوا. ما حبيتها حتى لو عملوها الأمريكان. ما حبيتها. يا حيفة عليكي، بس شو بدنا نساوي؟ هيك طبع الإنسان، عدو ما يجهل. مو هيك ميرامار؟ صحيح خالي. على فكرة اسمك بده تعديل، ما بيجوز يضل هيك بنوب. شلون يعني؟ يعني اسمك قريب للأجنبي أكثر. ليه ما بتسمي حالك مريمية؟ مريمية؟ اسمك كتير حلو مريمية. استنوا علي شوي. مريمية هون جارتنا في شيء؟ لا لا ابدا ما في شيء، بس عم جرب اسم مريميه. حلو المنادات. مريميه يا مريميه يا مريميه مريميه يا مريميه يا شايفين هالمساحة اللونية ما أروعة؟ ماما تعبت وشوفت كتير أنا. هذا كله لأنك ما سمعتي كلمتي ولبستي الكنز القطن. كنستك هي كلها من الفيسكوس والأكريليك. كان العرب القدامى ما يلبسوا إلا من الخز والقز. وكان بزمان. ماما راسي وجعني كتير، خلينا نرتاح أنا وميرامار على المقعد شوي. أنتي ما دخلك بميرامية، احكي عن حالك وبس. تعبتي شي ميرامية؟ هو مشينا كتير بس أصبح أنتي خليكي هون. امشي أنا وياكي ميرامية نكمل جولتنا. حاكم الطبيعة اللونية الصامتة شي بتطير العقل. شايفي هالطبيعة الصامتة ما أحلاها؟ شايفي الألوان؟ لحالها عم تحكي. شوفي هاي تاني هون، شوفي هاللوحة. شايفي الألوان كيف عم تتداخل ببعضها؟ هذا اللون قدي له خصوصية. تاني كمان تاني، شوفي هاي. معي
يعني لو خلينا الصبي يركبها ما كان احسن؟ اذا ركبها الصبي بصير بده اجرة ايده، ليش حتى يسمح احسن لك جكبه؟ طيب مجدرتي مو هيك؟ صرنا جمعة عم ناكل مجدرة. اوفر لك بنتي، اوفر. مانك شايفتيني شلون عم اكل؟ لونة لونة، حتى جيت اكل يا تنجان. لك امي ليش عم تحط الصحن تحت الكرسي؟ مالي مروح. طيب مو شايفتيني واقفة قدامك؟ كنت اخذته انا على المطبخ. خلصي ولا تعرضيني بكلامي يا جدبة. على فكرة هلا بدك تطلعي على سقيفة تدوري لي على شحاطتي المخرمة. اجلي لي اياها لبكره، جاي لعند رفيقتي ميرامار. واذا كان يعني هي اجت ميرامار وانا بعدني بالمنظر المبهدل. مرحبا رؤى. اهلين ميرامار، تفضلي. شوفي خالي، قبل السلام والكلام بدك تساعدي رؤى وتجيبوا لي شحاطي المخرمه من على السقيفه. ايه على عيني خالي. ساعدها شو عليه؟ امي والله بكره بجيب لك اياها، خليني هلا اقعد مع رفيقتي ميرامار. ما بقدر لك حوبه، رجلي طالع فيها بسمار والشحاطه المخرمه بتريحني. لا ولا يهمك رؤى، بساعدك شو عليك؟ مشان الله لا تؤاخذيني. انت بس هدي لي السلم مشان ما يوقع فيني. شو صار معك؟ لقيتيها؟ ايه لقيتها. اصبح خليكي لك حوبه، لا تنزلي. ليش؟ اسمك طلعتي وطلعتي، شوفيلي شو دحشه انا اغراض على سقيفه، حكي من سي. ما خلصوا هالكويات، أريدها تقرضك. شو نايطة؟ ماما شو نايطة؟ ليش أنت المنيحة ما بتبين معك؟ أنا منيحة يبعت لك دا من على بكرة وأنا عم بفعي أمي، جليت وطبخت وكنست ومسحت وضبيت الخزاين وخيطت لك منطوقي المفتوح وبيت كل الكنادر، شو بدك أكثر من هيك يعني؟ أي والله نقصم ظهري نصين من الوقفة على دام رجلي. هذا واجبك يبليكي بقتلي. بس هذا ما بينكوى معي، بده كوى. ها ليش الكوة بيكويهن ببلاش؟ ما احلاني ودافع على الكوة وعندي بنت طول الحورة، إذا مالت على الحيط بتهده. طيب خلي هذا الفستان لبكرة، قسما بالله هذا ظلم. لا تتنتوري بوشي ولي، لا تتنتوري، بدك تشتغلي مثل الحمارة، صيفية لساتها بأولها، بقى خليكي آدمية ومن تمساكت أحسن لك. ها؟ وليش بقى؟ أنا مالي بني آدم؟ إذا كنتي بني آدم تسمعي كلمتي وبتخرسي وبتسدي حلقك. وين المجدرة؟ نعيما ماما، حلوين شعراتي؟ قديش دفعتي عندي الكوفير؟ 800 ليرة. 800 ليرة؟ يخرب بيتك شو مبزرة؟ لسه مبارح شاريت لك شامبو ب 250 ليرة. إيه كتر خيرك ماما، بس هو أخذ 800 ليرة لأنه صبغ لي شعري وعمل لي إياه هايلايت. يعني ما كان بإمكانك تحشي راسك بالحنة بالبيت؟ طول عمرك كنت أحشي راسي بإيدي هدول. شو أحشي ما أحشي؟ في موديلات دارجة ولازم. موديلات دارجة؟ أدرجك ضريب يخلع رقبتك. انا بورجيكي يا دبي، والله لا اصل لك شارك على الصفر حتى تبطلي تقولي موديلات دارجه بطيخ المسمه. ماما شو بدك تعملي؟ شو بدي اعمل؟ انا بورجيكي شو بدي اعمل. شو صار لي؟ والله ماني مخليه شعر غير كيف ناسك. والله والله لا انت حلو اشرب من دمك. والله لحماره. والله ماني مخليه شعر غير كيف ناسك. والله لحماره. انا بورجيكي. شبك يا بنتي؟ دخيلك يا امي، شو بحبك، الله يخليني اياكي، انت احلى ام بالدنيا. لا تتركيني يا امي، الله يوفقك، لا تتركيني. لا تخافي يا حبيبتي، لا تخافي، انا معك، انا معك.
ما اجى موزع الجرايد اليوم؟ لا لسه ما اجى. العمى بقلبه، ايش وصل له؟ ليش تاخر كل هالقد؟ لا تاخر ولا شيء، بس انت بصلتك محروقه، شو قصتك متلهف على قرايه الجرايد اليوم؟ هلا بدي ضل افتي وعيد، كم مره قلت لك انهم عملوا معي مقابله وصوروني واليوم بدهم ينشروها؟ وعملوا معك المقابله الك لوحدك؟ لا مو لوحدي، مع كل رؤساء الاقسام ومع الاستاذ طارق رئيس الشركه كمان. ها اجا يمكن. صباح الخير استاذ لزوم. صباح الخيرات، ليش تاخرت كل هالقد؟ مو بايدي استاذ، زحمه مواصلات. هات الجريده لشوف. بدك البعث ولا الثوره؟ لا هي ولا هي، بدي جريده تشرين. يلي ناصرين فيها تشكيل وزاره؟ لك شو بيعرفني؟ يلي فيها مقابلتي. على عيني. تفضل استاذ. يسلم ايدياتك. ناشرين المقابلة بس مو ناشرين صورتي؟ العمى على الحظ المسخم، الكل ناشرين صورهم مع داي، سمير وفريد وعبد الحميد وناصر وطارق إلا أنا، بدي أخرب بيته لهذا مصور الجريدة، يخرب بيته ما أخبار، أنا بفرجيه. طول بالك بجوز نسيو. ألو سيد لامح، مرحبا، أنا غزوان رئيس قسم الأرشيف والتطوير بالشركة. بالله شو عرفتني هلأ بس؟ وليش ما عرفتني قبل ما تطير صورتي من الجريدة؟ صدقني يا أستاذ أنا ما دخلني، أنا أعطيت صور لرئيس التحرير وهو اللي تصرف. وليش ما حط صورتي؟ والله ما بعرف، بس على ما يبدو ما عاد في محل بالصفحة. لك شلون ما له محل؟ شلون هلا كل هالحكي الفاضي اللي بالجريده وصور هالدعايات في إلهم محل وصورتي ما لها محل؟ لا استاذ خلص لا تزعل، اكيد بنعوض لك اياها المره الجايه. لك روح عنا يا، سمعت من هالكلام كثير، بس شو بده يحكي الواحد؟ يا حوينه كروز الدخان يلي اعطيتك اياه. ايه ايه طبعا، الله معك، مع السلامه. الدخان اللي اخذت له يا وطني ولا اجنبي؟ لا وطني. إيه لو كان اجنبي كان مش الحال. ولك انا يلي حارق قلبي يا بهيره انه كل رئيس قسم عنا بالشركه متصور مع مسؤول مهم شكل ومبروز الصوره وصامده فوق راسه بالمكتب الا انا، شو بجي برطله؟ بجي برطله شو بدي اجيب له يعني؟ صباح الخير استاذ غزوان. صباح خيرات. تفضل اي احلى فنجان قهوه. يسلم ايدياتك. حمدو بدي اسالك. تفضل استاذ. مو حرام هالبرواز يكون فاضي؟ بس ولا يهمك، وحياتك رح مليه باحلى صوره وبكره بتشوف. بيطلع لك استاذ بيطلع لك، ليش شو ناقصك حضرتك؟ الله وكيلك يا استاذ، الاستاذ سمير خلاني امسح صورته مع رئيس المفتشين 3 مرات، قال شو؟ خايف عليها تتغبر. معلوم يا عمي، بده اياها تلمع، على اساس شوفوني ما احلاني. لا والأنكى من هيك، الأستاذ فريد قال شو؟ بده يركب لمبات صغيرة حوالين الصورة المتصورة مع رئيس البلدية. لك مشان ينور عليها، الله يعمي قلبه، شو بيحب يمسح شيوخ. لكن الأستاذ عبد الحميد قال بده يكبر صوته مع رئيس الشرطة، هيك سمعته عم بيقول. بالله شو؟ مشان يخوفنا يعني؟ خذ مني رئيس الشرطة، لا بيعرفه ولا بعمره سمع باسمه، بس هو دحش حاله ودحش بالصورة وتصور معه. بس أستاذ النهفة النهفة الأستاذ ناصر. الأستاذ ناصر مو متصور مع المدير العام معلق صورته وراء على المكتب، قال بده يغير محل الصورة. لك بس بس سمت لي بدني، الله يسم بدنك انت الثاني. تأمر شيء أستاذ؟ لا ما بدي شيء. يعطيك العافية أستاذ غزوان. أهلين أمري. إذا سمحت عندكم اجتماع مع الأستاذ طارق بعد نص ساعة. مثل ما بتعرفوا يا أساتذة انه زيارة سيادة الوزير المفاجئة لشركتنا بعد يومين راح تكون في غاية الأهمية، وخصوصا انه هي اول زيارة للشركة بعهده الميمون. يعني سيادته بلحمه وشحمه راح يزور شركتنا؟ طبعا بشحمه ولحمه بعضمه يعني. استاذ وشو هي الاقسام اللي بده يتفقدها سيادة الوزير؟ كل الاقسام،
لأنه سيادة الوزير بيحب يطلع على كل شاردة وواردة بنفسه. وأكيد في غدا بعد الزيارة، مو هيك أستاذ؟ إيه طبعا. شو قالوا لك عنا ما منفهم بالواجب؟ رح نغديه ونحليه كمان. سيدي أنا بقترح ناخد معه صورة تذكارية مشان ما ننسى هالزيارة أبدا. إيه أكيد أكيد، والمصور حيضل معنا طوال الوقت. أستاذ غزوان وصل لمصور السيد لامع. خليه يدخل فورا. حاضر أستاذ. مرحبا أستاذ. عرفت ليش بعت وراك يا لامع؟ ايه طبعا استاذ بعرف. سيادة الوزير جاي بكره وانا رح كون موجود هون مشان غطي الخبر بالصور. حلو كتير، ولا تنسى انه هاي فرصة العمر بالنسبة لي. ها لا يا استاذ، لا شو عم تحكي، وحياتك يا استاذنا لحتى اخذ لك احلى لقطة. عظيم، وهالمرة رح يوصلك مني كروز اجنبي وقنينة عطر كمان. خلص خلص ايه. يعني بدون ما تحكي استاذ، اعتبر انه صورة حضرتك مع الوزير صارت بقلب البرواز وملونة كمان. طيب وشو بتنصحني اعمل مشان الصورة؟ استاذ في يعني شغلة مهمة كتير، وقت اللي بيجي وقت الصورة حضرتك حاول تطحش، طحش هيك لناح السيد الوزير، واذا هيك اجا كتفك بلزق كتفه بتكون لقطة فوتوغرافية بتجنن. ويا ترى لازم ابتسم ولا لازم يكون وشي جدي؟ لك لا استاذ شو جدي؟ طبعا لازم تبتسم مشان الناس لما يشوفوا الصورة يعرفوا انه حضرتك مبسوط بالزيارة هيك يعني. بهيرة انا احلى وقفة واقفة مع الوزير هيك مثلا ولا هيك ولا هيك هيك شو بيعرفني ليكو على السؤال ليكو؟ لك فصاعة فصاعة أخبتك يا بهيرة، لك مشتهي مرة أسألك سؤال واحد وتجاوبيني عليه دائما على قولي. ما بعرف شو بيعرفني، ما بعرف. إذا قلنا هذا وزير ترى انه احسن وقف هون على يمينه على يساره ما بعرف شو هاي ولا على هون بعرف شو انا احسن هو لازم الزق فيه لزق هيك وقف عندك ونشكركم يا سيادة الوزير على هذه الزيارة المفيدة، وسوف تكون اقتراحاتكم نبراساً وملاحظاتكم أوامر، وأتمنى من كل قلبي أن تتكرر هذه الزيارة التي سنسجلها في تاريخ شركتنا بمداد من ذهب. والآن اسمحوا لنا يا سيادة الوزير أن نفوز معكم بصورة تذكارية سوف نعلقها في قلوبنا وليس على الجدران. تفضل تفضل.
هيك ما بيصير يا شباب، لا تدافعوا شوي شوي، لا تأخذوا سيادة الوزير، كلهم قد يكونوا قريبين من الصورة. لك العمى بقلبك شو صار بالصورة؟ يعني لو كنت عم ترسمها رسم كانت خلصت. لا سيدنا خلصت بس شو؟ ما طلعت بالصورة يعني؟ لا يا أستاذ شو عم تحكي، شلون ما طلعت؟ طلعت وما شاء الله وكان عليك، بس يعني في مشكلة صغيرة. لك شو هالمشكلة بقى؟ فهمني خلصني. أستاذ غزوان خلص، بكرة بجيب لكم الصورة بتشوفوها. ماشي أستاذ، مع السلامة، يلا معك. شو الله لا يعطيك عافية، فوق تعبك وكسر ايديك الهي على هالصورة. لك ويني انا؟ استاذ شو ويني انا؟ هي انتو هون، هي حضرتكم، يعني هي عين وحدة، اذن وحدة، نص من خارك، نص شواربة. لك بس يعني ما قدرت تطالع غير نصي بالصورة؟ لا ويا ريت نصي اقل. شوف شلون ايدي طايرة، العمى تقول مقطوعة مو هيك؟ يا استاذ الله يسامحك، يعني انا شو ذنبي؟ يعني انتوا وقفتوا على جنب فالعدسه ما اخذتكم. ولك يا اخذك عزرائيل الهي، عزرائيل يا اخذك، انا وقفت على جنب ولا هذا الحيوان اللي دفشني وكان راح يجيب اخرتي هو اللي خلاني واقف هالوقفه؟ المهم استاذنا هيك، يعني هلا في كروز دخان وعطر ولا ما في؟ والله انت ما بتستاهل ربع كروز وما راح اعطيك اياه كمان، يخرب بيتك، روحت علي فرصه تاريخيه. لك روح من وجهي، هلا روح. العمى بقلبك شو بليد روح. ادخل. استاذ هاي المعامله للسيد محمد زنبوعة. محمد زنبوعة؟ اهلكنا هذا. استاذ هاي مو صوره مديرنا مع سياده الوزير؟ صحيح، بس يا حزرك انا وين؟ حضرتك مالك موجود. شلون مالي موجود بقى؟ وهذا مين؟ هاد مين هذا كان؟ ايه لا تواخذني، صدقني ما عرفتك. روحي من وشي هلا روحي، قال ما عرفني، قال مع اني مبين مثل عين الشمس. هاتي ما عرفتك. ايش عمي؟ اهلين حمد. العافية استاذ. اهلين وسهلين استاذ، بس هي بدها توقيع. يا عيني. ان شاء الله الف مبروك الصوره استاذ. الله يبارك فيك. شفت الاستاذ طارق وسمير وفريد وعبد الحميد وناصر معدينا وراهم بالمكتب استاذ. اوف 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 اوف، لحقوا يصمتوها كمان. ايه لحقوا. ممكن شوف الصوره استاذ؟ ايه تفضل. ان شاء الله الف مبروك، والله فرحت لك من كل. الله يبارك فيك. بس وينك بالصوره استاذ؟ شلون ويني؟ ليكني طرف الصوره، شفتني؟ ايه والله، ايه صحيح، بس صدقني ما شفتك اول مره، يعني ليش هيك طالع كأنه ناشرينك بالمنشار؟ ناشريني بالمنشار؟ ولك يخرب بيتك على هالملافظ البشعة، روح تيسر من وشي، روح شوف شغلك، روح. تأمر شي استاذ؟ روح. يخرب بيتك، والله كان لازم تطلع أحلى. ماشي الحال، بدي حطها بالبرواز شو ما كانت تكون. ما فهمت عليك، على شو انت عم تورجيني هلا؟ صورتي مع الوزير. صورتك؟ وينك انت؟ مالك مبين؟ ويني انا؟ ولك صار لي متجوزك 20 سنة وقاعد بخلقتك وما عرفتيني. شلون بدي اعرفك اذا مالك اثر بالصورة كلها؟ مالي اثر؟ وهذا مين ولك؟ هالراس لمين؟ وهالعين هي لمين؟ نص هالمنخار لمين؟ نص هالدقن لمين؟ نص هالرقبة لمين هدول؟ هلا بدك تقنعني انه نص هالزلمة انت؟ لكن انا مين وهاتك؟ بصراحة مالي مصدقة. شلون مالك مصدقة؟ كل هالملامح ما لازم يكون لها صاحب؟ انا صاحبة. هلا شلون يعني؟ لك يعدموني اياك يا حق، يعدموني اياك. مرتي اللي صار لي بخلقتها 20 سنة ما عرفتني بالصورة. يا استاذ الله يخليك، انا شو ذنبي؟ خلاص ان شاء الله سيد الوزير بيجي مره تانية على الشركه، والله يصلح غلطتي. عيش يا قديش لينبت الحشيش، وبخاف اذا اجى الوزير مره تانية يجي شي واحد هيك مثل البغل ويدفشني. طيب استاذ
شو رأيك؟ زبط لك شي صورة طالعك فيها عم تتعشى أنت والسيد الوزير لحالكم؟ ليش هالشي بيصير؟ طبعا بصير أستاذ، يعني ليش لحتى ما يصير؟ يعني أنا مثلا بشيل صورة السيد الوزير بمطرح وصورتك بمطرح تاني وهيك بلزقوا مع بعض وبيمشي الحال، بتطلع حلوة كتير. لا أنت هالمرة ناوي تخرب بيتي على المزبوط. طيب أستاذ غزوان، يعني هلأ بدي أقول لك شغلة، ما في قدامنا إلا حل واحد. وشو هو؟ رح صورك مرة تانية بالطول الكامل محل ما تصورت مع السيد الوزير، وباخذ نصك من الصورة الجديدة مع نصك بالصورة القديمة وبلزقوا مع بعض بتطلع مزبوط. قولتك بتزبط؟ ايه طبعا بتزبط استاذ، انا بزبط ابوها ما تاكل هم ابدا. هلا بدي منك نفس الوقفه اللي كنت واقف فيها بعدك هيك ونفس التطليعه الحلوه والابتسامه الرقيقه. جاهز؟ ماشي حال جاهز. يلا تفضل استاذ، خذ وضعك. استاذ يلا جهز حالك. ايوه لا ميل شوي استاذ، لا لتحت لتحت. اي بالعكس بالعكس. ايوه ابتسم استاذ بالعكس. خلي خلي واحده ثانيه استاذ، ابتسم. ايوه ابتسامه اعرف. ايوه اي غزوان شو صار لك؟ صرت طالب المصور من الصبح لهلأ خمس مرات، طول بالك هلأ بيجيب لك الصورة. مشتقلة يا بهيرة مشتقلة. غريب ما حدا عم يرد بالاستوديو. بيكون على الطريق وإذا تأخر يعني شوي خربت الدنيا. ها إجا. شلوني معك استاذ؟ شرف. هيك ها؟ هلأ أنت عيني فعلاً شي بيرفع الرأس يا بهيرة. إيه جاية. تعال شوف يا الصورة محلاها، لا تقولي معرفتيني. شوفي هذا بدا إيه هلأ بيّنت. ماشي أستاذ، تقبل بشي تاني؟ لا ولا يهمك، كو بكرة متحاسب أستاذ. كروس كامل وأجنبي. لا ولا يهمك أجنبي. تسلم لي يا أستاذ. سلام 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 سلام. وشو رح تعمل بهالصورة؟ يا ستي هي رح أعملها برواز وأصمدها بأفضل مكان عندي وجاكة فيه الحساد. ايه تتهنى. مرحبا يا أخ. أهلين وسهلين. تفضل. الله يرضى عليك، بدي منك أحلى برواز مشان بروي صورتي مع سيد وزير. شوف هذا انا يا على عيني وراسي. الله يخليك. شو رايك بهذا؟ لا خفيف هان، بدي احسن احسن. طيب هذا شو رايك فيه؟ اتقل اتقل، بدي اتقل. ولك هذا سيد الوزير يا رجل، مو مسخره. الله يرضى عليك. هلا عيني. طيب هاد شو رأيك فيه؟ ايه هاد معقول، ذهبي، لأنه الذهبي بده ذهبي، ما هيك؟ طبعاً. الله يخلي لي اياك، بس بدي اياك تستعجل لي قد ما فيك فيه. يا على عيني وراسي. الله يرضى عليك. على عيني وراسي. شكراً. تكرم استاذ. الله يكرمك. أخبار الصباح، أخبار الصباح، تعديل وزاري، تعديل وزاري، إلقاء القبض على وزيرين، أخبار الصباح، أخبار الصباح، تعديل وزاري، تعديل وزاري. طار الوزير. اي مو بس طار وزيرنا يا استاذ غزوان، سمعت لك كمان انه بدهم يحكوا لانه مدري شو لاحظ. ومو بس هيك، كمان مديرنا الاستاذ طارق كمان بده يطير لانه محسوب على الوزير القديم. ألو. مرحبا أستاذ. نعم. هون محل براويز. لك أمور شو بدك؟ صرت مخبركم أكثر من مرة مشان تجي تاخذوا البرواز والصورة.
نعم؟ لك انت عن شو عم تحكي؟ عن شو عم تحكي؟ انا مالي عندك لا برواز ولا صورة. شلون مالك عندي؟ ما انت بنفسك جيت طلبت مني برواز لصورتك انت والوزير وذهبي كمان. ولك حبيبي انا مالي عندك شيء، والصورة يلي عندك مو صورتي، انت عم تتبلاني ها؟ بقى الاقي لك واحد تاني وتسلف فيه. الله معك، مع السلامة. تفضل استاذ. يسلم مدياتك حمدو. وديك. شو وصلت له قهوة لمديرنا الجديد؟ وصلت له. بس يا لطيف يا استاذ، يا لطيف شو وشه ناشف بقطع رزق. لا عم. اي والله. الله يجيرنا مما هو اعظم. دبرنا بشي استاذ؟ لا سلامتك، الله معك. مرحبا. لك يخرب بيتك، شو جابك انت لهون؟ انا شو جابني لهون؟ قسما بالله 100 مرة تلفنت لك وحضرتك ما ترد علي. انا بس بدي افهم انه هالصورة الك ولا مو الك؟ اخي الي الي، هات لهون العنها، خود مسيك. وينك؟ لبقيت تورجيني خلقتك منوك، فهمت؟ لبقيت تجي لهون على الاطلاق. حاضر. الله معك. السلام عليكم. مع السلامة. المدير الجديد استاذ عبد الحسيب بده اياكم فورا. ايه على عيني، ليش لا؟ ادخل. الف مبروك يا سيدنا، الف مبروك على الاداره. الحقيقه نحن من زمان هلا اتركي انه المقدمات. يا حاضر سيدي. امرها المقدمات هلا. قل لي هذا اللي بالصوره بتعرف مين؟ هذا ايه. نعم سيدي بعرفه، هذا فريد رئيس قسم الانتاج. ايوه. الو يا شعبان، تعمل لي قرار نقل على المنطقة الشمالية باسم الاستاذ فريد. وصورة مين هي؟ استاذ، هي صورة الاستاذ سمير. يا شعبان، تعمل لي قرار نقل على البادية للاستاذ سمير. ايوه. وهي صورة مين؟ هاب. هي صورة عبد الحميد سيدي. ايوه. يا شعبان، كمان بتعمل لي قرار نقل على المنطقة الشرقية باسم الأستاذ عبد الحميد. وهي صورة مين؟ سيدي هي صورة مديرنا السابق. سيدي هذا كان من زلم الوزير المرتكب. بعرف بعرف، اطمن. هلا اتقلع وصار ببيته. وهي صورة مين؟ هاي صورة الأستاذ ناصر مدير المستودعات. هذا بننقله على الأرشيف القديم. سيدي بيستاهل بيستاهل، لأنه كان عم يسرح ويمرح أيام مديرنا المخلوع. ماشي، أنت يعطيك العافية. الله يعافيك يا سيدي. دخلك؟ نعم سيدي. وهذا المقطوش هون مين؟ سألتك مين شباب؟ والله صدقوني ما عرفته منيح، بس أنا لازم أعرف. سيدي ما بيستاهل تشغلوا حالكم فيه، ما بيستاهل. وليش ما بيستاهل بقى؟ لأنه بصراحة سيدي هذا نص زلمة ما بينخاف منه. نص زلمة؟ ها؟ لك فعلا فعلا نص زلمة، هي عجبتني منها، فعلا نص زلمة. شو؟ هاهاهاها
اي وشو قال لك؟ شو بده يقول لي يعني؟ قال ما بيقدر يجدد لي عقدي. وين السكر؟ بالخزانة الثانية. وليش ما بيقدر؟ قال اولا راتبي كبير، ثانيا بدهم يوظفوا واحد اجنبي، هيك رغبة المدير العام. يعني رح تكون خبرة الأجنبي أحسن من خبرتك؟ شلون ما كان إلك 12 سنة بهالمؤسسة وجايب لهم عقود بالملايين؟ عم تقولي لي هالحكي إلي؟ قولي لهم يا إلهم، وين البنت؟ افتح كيس جديد، العلبة فاضية وعم بغسلها. طيب قلي هلا شو نهايتها؟ بدك تضلك قاعد بالبيت بلا شغل؟ لا طبعاً، بس انا ما بقدر زد حالي وين من كان. ليش شفت حدا؟ شفت لكن ما شفت، بس ماني عم بتوفى. معلومه رح تتوفى لانك عم تطلب راتب عالي مثل اللي كنت تقبضه بمؤسسه الاستثمار. يعني معقول اقبض راتب اقل من يلي كنت عم بقبضه؟ شو الواحد بيرجع لورا ولا بيقدم لقدام؟ اي ما دخل شو قدام وشو ورا، كل وقت وله حكمه. يعني لا تاخذني زهير، هي إلك سنة ونص قاعد بالبيت مثل قفة الهم، لا شغلة ولا عملة. صدقيني يا سلوى ما عم لاقي الوظيفة اللي تليق فيني. وين الفنجين؟ ليكن قدامك، غاسلته. يعني رحت على شركة التكرير ومؤسسة البحوث وشركة التجمع والاندماج الوطني ومؤسسة الخطط العاجلة وما حدا عطاني بصيص ضوء، وكلياتهم بيقولوا لي بدك دعم، بدك واسطة، لازمك توصية. ومثل ما بتعرفي انتي رفقاتي مو من هالوزن الثقيل. كل رفقاتي من نمرتي. وليش بقى من نمرتك؟ هاي رفيقك حسان الدفه صار وتصور من ورا علاقاته وكل ماله عم يترقى ويترفع، بس انت بدك الشغله تجي لعندك جاهزه ومجهزه واللقمه معلوكه ومهيئه للبلع. هلا انا هيك؟ طبعا جوزي وبعرفك. مو هيك القصه يا سلوى، القصة أني أنا دائماً كنت أحلام يجيني واحد مليونير مهم يوثق فيني ويسلمني. عواد ما تحلم، قوم اختلط بالبشر، دور على أصدقاء وناس يفيدوك، حسن علاقتك بالناس، دفي لسانك، عاشر التجار الأغنياء والناس المهمين، حسسهم بإخلاصك وبنيتك الصافية. لك هاي رفيقك حسان لك أكبر مثال، من ورا صحبته لنوري بيك صار مستلم أكتر من وظيفة عنده. بقى بشو حسان احسن منك؟ فشل. وليش لحتى يكون احسن مني بقى؟ انبحص هالقرن، كبه ولا حطه؟ مشكلتك يا زهير انك جامد ومبادرتك معدومه وكل شيء قالته مرتك عنك صح. طيب شو بدك يعني اعمل؟ بدك تساير وتلاطف وتستعمل لسانك مع الكبار وتنتهز الفرص. شلون يعني؟ ما فهمت عليك. يعطيك العافية أستاذ حسان. أهلا وسهلا نوري بيك، الله يعافيك ويديمك. تفضل تفضل. أهلا وسهلا. تفضل. قلي شلون ماشي الشغل؟ ماشي تمام بإذن الله تعالى وبفضل توجيهاتكم وأوامركم. سويت لي الاستبيان الختامي لمعدلات الصرف؟ ولو يا نوري بيك، خالص من 4 أيام بس حضرتك قلت لي خليه عندك وانا بيجي باخده باليد. صحيح، هلا اتذكرت. وللاسف الشديد حضرتك ما عدت شرفت مكتبنا، وبصراحه انشغل بالي لعدم زيارتكم إلنا. قلت لحالي يا ترى هل قصرت من دون قصد او اخطيت من دون علم وصارت الافكار تاخذني وتجيبني تقيمني وتحطني. لا لا ابدا، بس انا كنت مشغول شوي. الله يعطيك العافيه ويقويك ويديمك ويطول عمرك وما يحرمنا منك بجاه الحق. شكرا حسان. الحقيقة أنا بدي منك شغلة صغيرة. أنا محسوبك سيدي محسوبك. وبيني وبينك هالشغلة مو من اختصاصك. خدامك يا معلم، أنا خدامك. بس هي في عليها تعويض محرز. ولو خيرك سابق وفضلك لاحق نوري بيك. بدي إياك تطلع عندي على الضيعة وتحاسب لي العمال بمعرفتك. بتأمر أمر يا سيدي، طلبكن مجاب. أصبح بعت لي الصبيان الختامي. وجهز حالك للطلعة على الضيعة بكرة. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام، الله معك يا سيدنا، الله يحرسك ويحميك ويبعد عنك ولاد الحرام.
اي سيدي، شو رايك بهالموقف اللي شفته؟ انا موقف لك هذا الموقف اللي اجى هلا على رجلي. والله ما بعرف شو بدي اقول لك. هيك بدك تصير تشتغل، بدك تتعلم وتستغل وقتك. ايه ما اختلفنا بتعلم، بس لا تاخذني، حسيتك عم تحكي مثل الشحادين. اني من احساسك هلا. بدك اكتب لك الكلام اللي سمعته على ورقه؟ لا ريح حالك، حفظته. تعرف دواك انك تروح معي كم مشوار على الطبيعه مشان تتعلم. لوين؟ هلا بعدين، بس يقول الاوان بقول لك. انا شربتك قهوه؟ لا. لسه بتحوسي بفاي؟ تعي سلوى، تعي اسمعي هالمقطوعة، طلعت معي على السبحانية. ما بدي اسمع شي. ليش بقى؟ ولك لأمتى بدك تضل حاطط لي هالزميرة وقاعد؟ هاي مو زميرة، 100 مرة قلت لك اسمها فلوت، فلوت. بلا فلوت بلا ضراب الصخر، إذا بتدور على شغل مو أحسن؟ ومين قالك ما عم دور؟ بس الفرص قدام واحد بعمري، بتقل كتير يا سلوى. اسمعوا على هالحكي، اسمعوا. لك وزراء اطرب واطراح وبكل انحاء العالم عم يكون عمره فوق 70 سنة. صحيح، ما بقول لك لا، بس هي مناصب سياسيه. هلا والمناصب السياسيه بدها ناس مهرهرين؟ لا، بدها حكمه الشيوخ وتبصر المخضرمين. هلا لا تفور لي دمي، قوم تلحلح واسعى في مناكبها. لك شبك لزقت فرد لزقه بالبيت؟ ما بقدر، ما بقدر على ابعادك يا روحي. ايوه الواه الواه. على كل حال ولي أخذ العلم، بكرة عندي موعد مع حسان بهذا الشأن. هيك لك صاحبه لهذا حسان تدحوش فيه، لأنه هذا صاحبك حسان صاحب همة أكتر منك وبيعرف من أين تؤكل الكتف. بجوز، بس أكيد ما بيعرف من أين يعزف اللحن. اسمعي اسمعي هالمقطوعة، اسمعي. صباح الخير. صباح الخير استاذ زهير. الاستاذ حسان موجود؟ الاستاذ حسان بانتظارك. اهلا زهير، اهلين. اجيت بوقتك. حنان جيبي لي جرايد اليوم. حاضر. هلا بدك تقرا الجرايد وين عندك؟ من غير شيء ضايق اخلاقي من قرايه الجرايد، كلهم مثل بعضهم، ثلاثه بواحد. لا لا ما راح اقراهم. إلي هدف تاني. تفضل استاذ، هاي الجرايد. يسلموا حرام، ممكن تعملينها بالجرايد الاسكندريه؟ مو على عيني. اسمحيلي. السياسه ما عندها شغل فيها، وهي ما عندها شغل، وهي كمان. شي حلو كتير. شو هذا الحلو كتير؟ اسمع اسمع على هالخبر. إنا لله وإنا إليه راجعون. انتقل إلى رحمة الله رجل الأعمال المعروف المرحوم شكري طويلي. كذا كذا، أولاد أولاد عمه كذا كذا. الدفن اليوم بعد الظهر بمقبرة المزة. رحمة الله عليه وأسكنوا فسيح جنانه. ما فهمت عليك، بيقربك يعني؟ ولا بعمري سمعت فيه. بس بدي إياك اليوم بعد الظهر تروح معي على الدفن. أنا أروح معه؟ ليش؟ لك أخي شو بدك بهالشغلة؟ بعدين بيني وبينك أنا مليت من شركة نوري بيك وبدي شغلة أتسام. فعلاً أنا اليوم مثل الأطرش بالزفة. معلش معك معك تفهم، بس بدي منك تلبس أواعي غامقة، فهمان علي؟ حنان بدلي لنا نسكافيه وعمليهم قهوة مرة. لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. افتح عيونك وأدانك منيح واحفظ كل حركة وكلمة بقولها. الله أكبر. الصلاة والسلام عليك عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. حضرتك حضرتك ابنه للمرحوم يا ابنه. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في جنتي وادخلي عبادي. الله يرحمك يا شكري بيك. الله يرحمك وينجيك من عصية الأمر بجاه الرحمن الرحيم. الله يرحمك يا شكري بيه. لك وين رحت وتركتني لحالي يا غيي وين؟ يا جماعة المرحوم. كان مثل أخي بعز. قضينا عمرنا مثل الأخوة. آخ يا شكري بيك. آخ. لك مستحيل. مستحيل تعرفوا قديش كان بيعز علي. مستحيل تعرفوا قديش كنا بنحب بعض. مستحيل. لك 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 لا 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 تقنعوني انه هذا اليوم شكري بيك يا جماعة. لا تقنعوني. لك مستحيل. العمر بعدك عدم يا شكري. وين تركتني ورحت؟ العمر بعدك عدم. لك انا ما عم صدق يا جماعة ما عم صدق انه هذا اللي نزلتوه هلا اواب وتوفيق حبيب قلبي. لا لا بصدق ما بصدق. لك وين رحت يا ام توفيق؟ وين رحت؟ طول بالك يا اخي. واحد الله يا اخي احملوه يا ام توفيق. احملوه خلي الشيخ يعرفوه من بعدوه منهم بعدوه شوي. تفضل يا شيخي تفضل. هذا ما ابو توفيق. هذا ما ابو توفيق. العمى والله بحياتي ما شفت هيك اصلا. عفوا اكرر سابدا الان. مره اخرى سابدا من الان. ايه هلا وقتها. سأعود بعد قليل. يلا. ألو؟ نعم. أهلين حسانو. أهلين حبيبي. عظيم بعد ساعة بكون عندك. ليش تركت الشغل أنت عند نوري بيه؟ بالله العظيم. طيب وين العنوان الجديد؟ آه؟ إيه 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 عرفت عرفته. ولا يهمك. على الطريق أنا. مع السلامة حبيبي. مع السلامة. بقى لما شافني الأستاذ حمدي طويلة أخوه للمرحوم شكري عم إشهى وإنهى وأبكي على أخوه حس بإخلاصي ووفائي وسلمني مدير الشؤون الحساسة لمجموعة شركات المعاصر والمطاحن. يا سيدي ألف مبروك. والله يطعمنا مثل ما طعمك. والله الأمر بإيدك. أنا عطيتك سري ودليتك على الطريق وباقي ما تبقى عليك أنت. يا سلوى رح اتغدى عن ماما. Thank you.
ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنة. روحي فداك يا حبيبي، لمين تركتني ورحت يا حمري؟ يا جماعة ما في أصحاب من فراء الحبيب. لك ادفنوني جنبه، ادفنوني جنبه. مالك يا أخي؟ ما حد أمر لك يطول بالك. والله كنت أحبه أكثر من حياتي، والله ويلي اسمه الله. جاي لك يا حبيبي. لا حدا يفكر يرشني بالمي، بدي الحق حبيبي. هو كان مخلص إلي وانا كنت مخلص إله. مستحيل الموت يفرقنا يا نور عيوني، يا نظري انت. ليش تركتني ورحت؟ لك ليش تركتني ورحت بعد ما كنا نفترق؟ ولا لحظة ليش؟ شبك انت شبك؟ قوم لشو؟ قوم. لك بتعرف مين المتوفي يا حيوان؟ طبعا حبيبي عمري وروح فؤادي، حكمة بيك خزندار، اسمه محفور بقلبي هون. الله يخرب بيتك مع احقرك. ولك المتوفي هي حكمة خانم الخزندار مرت معلمنا. شو هالحكي؟ حكمة خانم؟ حكمة خانم خزندار؟ الله لا يعطيك العافية. امشي قدامك، امشي لفرشي. حيوانات! ولك العمى بعيونكم، شو نايمين؟ شو المسخرة هاي؟ أربع مساطير وكل واحد فيكم قد اللوح وما عم تقدروا على شوية زعران؟ لك مو عيب عليكم؟ ولك هذا رزق، هذا رزق. أنا مالي ملاقي مصرياتي بالطريق. سيدي زعران ضيعت سن الفارة ما بيخافوا الله، وما عندهم كبير إلا الجمال. إلا الجمال؟ وشو سرقوا كمان؟ سرقوا العجلة الصغير وكيسين علف. وانت شو سرقوا من عندك؟ سيدي خمس تركات زيت وخروفين. بو انا كمان سيدي سرقوا ثلاث خلايا بنحلن وعسلن والموتور اللي جنب السائق. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هلا كل ما دق الكوس بالجرة بدهم يعملوا غارة على مزرعتي؟ سيدي هدول اخرس! ومن امتى صارت هالسرقات؟ من ثلاث ايام سيدي. خبرتوا المخفر؟ نعم سيدي، خبرنا المخفر وكتبوا زبط. العمى على الحالة، شي بيحط العقل بالكف؟ قسما بالله كرهوني المزرعة والساعة اللي اشتريت فيها المزرعة. والكلب الشانلو وينه؟ سيدي احتالوا عليه وسرقوه. ماشي ماشي. شو سيدي ما كنت ارتاحوكم شوي؟ سرعة افتحوا البوابة.
ما عم لحق حك راسي لا ليل ولا نهار. شو بدي لحق للحق؟ يعني بالنتيجة أنا بشر ما لي آلة، والمسؤوليات اللي ملقات على عاتقي مثل ما بتعرفوا كبيرة كثير، ابتداء من أمور الضياع الداخلية وانتهاء بالمزارع اللي حواليها. لا والنكتة ما عندي غير سيارة قديمة مهرهرة، يعني عدم المؤاخذة أكثر حمار بالضيعة بيسبقها، بالإضافة لخمس عناصر نصهم معلولين. فيا أمجد بيك لا تشكيلي ببكي لك. ما اختلفنا على وضعكم المزري يا أبو زكي، بس كمان هيك ما بصير يا أخي. يعني أنت ما بتريدها تنسرق مزرعتي يا مرة يا مرتين بالأسبوع؟ الله ما قالها. معك حق، بس أنت بتعرف ليش أهالي ضيعة سن الفارة متسلطين على مزرعتك؟ لا لا أبدا لا تغلط، أنا ما أخذت الأرض بالقوة منهم، أنا ربحتها بالمحكمة وكل الناس بتعرف هالشي. على راسي، بس أنت يا أمجد بيك متأكد إنه الحرامية اللي سرقوا مزرعتك من ضيعة سن الفارة؟ طبعا متأكد، والعمال اللي عندي شافوهم بعينهم وما لهم مصلحة يكذبوا. تفضل هاي قائمة بأسمائهم. تؤمر أمجد بيك، ولا يهمك، رح أبذل كل جهدي. يلا استاذن انا. وين استاذ؟ لسه ما شفناك. مستعجل، بدي اشوف المختار ابو نزار. امانه سلمنا عليه، ومشان الحراميه لا يكن لك فكره، رح ابذل كل جهدي مشان امسكهم. يلا بخاطرك. مع السلامه. امجد بيك، هلا انت متاكد انه يلي عم بيسرق مزرعتك من ضيعتي؟ اي نعم يا مختار متاكد. عم اقول لك عمال مزرعتي شافوهم بعينهم. يعني معقول نتبلاهن هيك من الباب للطاقة؟ فعلاً غريبة. وشو وجه الغرابة بقى؟ يعني اللي بقصده يا أمجد بيك إنه أنا بعرف شباب الضيعة كلهم، وبأكد لك تماماً ما في حدا بيناتهم سرسري أو منحرف، ما هيك نزار؟ مزبوط يا أبي مزبوط، كلهم أوادم وما فينا نحط حدا بزمتنا بنوب. أما هاي سمعة، لكن مين عم يسرق المزرعة؟ بتسمح لي أحكي يا أمجد بيك، بس لا تزعل مني. لا ما بزعل، احكي. يا أمجد بيك المثل بيقول ما لك محب إلا وإلك مليون عدو، وفي ناس بيكرهوك وأكيد جاي من ضيعة تانية وحاطين دابن ودابك. هيك قلتك؟ ما في غير هيك. على كل حال رح نعمل اجتماع مع أعضاء المخترة ورح نبحث فيه الموضوع، وما بتكون غير راضي يا أمجد بيك. ألو؟ لحظة أزبريك أمجد بيك، رئيس المغفر أبو زكي بده إياك. قالوا نعم. أمجد بيك، نحن مسكنا الحرامي ومعه المسروقات، بقى إذا بتحبوا تشرفونا يا ميت أهلا وسهلا. يلا يلا جاي فورا. أنا لما كنت عم قلك حط إيديك وإجريك بمي باردة كنت عارفان شو عم قلك، كنت عم برسم خطة للإيقاع بالحرامية. هو صحيح أنا بطول بالي وبصبر عليهم، بس بالأخير بصطادن واحد واحد مثل العصافير بحياتك. يدخل. كرام سيدي، سيدي هذا هو اللص اللي مسكناه عم يسرق مزرعة أمجد بيك وبالجرم المشهود. أبو زكي لا بقى تعذب حالك، لا تسوي شيء على الإطلاق، اللص لازم ياخذ جزاؤه العادل، ولا تاخذني انت بهالصوره عم تطمع الحراميه فيك. روحي روحي. روح لك روح. ايه شو نعمل له يعني؟ ان شاء الله تحترق كمان، نحن شو دخلنا؟ بيستاهل يخرب بيته شو قليل خير ومزاريبه لبرا. اشتهيت شهوة يشغل واحد من أهل ضيعة سن الفارة عنده، العمى كأنه نحن عدوينه. هلا يا جماعة لا تضوجوا، الله يرضى عليكم، أمجد بيك عم بيتهم أهل ضيعتنا بالسرقة. سرقوا رصاص يجيب أشله، كذاب وستين كذاب. لا تأخذني بالكلمة مختار، أصغر واحد فينا أشرف من أكبر واحد بعيلته. أكيد الحرامية من برات الضيعة وجاي يرمي بلاء علينا، واضحة الحكاية. عمي خرجوا الله لا يقيمه، وإن شاء الله يضل ينسرق حتى يهج من الضيعة ويخلصنا من بلوي. هلا لا تاخذوا الشغلة بالعواطف والهوبرة، لحنا مجتمعين سوا حتى نعرف. ما بدنا نعرف شي يا مختار، أمجد بيك من طول عمره ظالم ومفتري ومكشوف لأهل الضيعة كلهم. أخي لا تروحوا لبعيد، المزرعة اللي بيملكها فيكن تقولولي منين جايبها؟ منين يعني؟ سرقها من صاحبها المعتر. هلا إذا أجا لعندي شو بدي قلو؟ شو بدي جاوبه؟ وانا قلت له ما بقدر اعطيك جواب الا لاجتمع مع اعضاء المخترة. الا يروح يشتكي للمخفى.
ومين لكم ما اشتكى؟ اصبح خلاص، نحن شو دخلنا؟ يا حوينة هالاجتماع، امشوا يا امشوا، هذا اللي كان ناقصنا والله. قلتك بلا ما نهدر وقتنا على الفاضي، خاطرك مختار. خاطرك مختار. معكم، مع السلامة. كمان سيدي سرقوا دواليب التركتو وغطاسة المي كمان سيدي. وعرفتوا منو هدول؟ هن نفسهم سيدي، زعران ضعت سن الفارة. ماشي الحال، انا بعرف شغلي محون، رجعوا لشغلكم انتو. الو فاتح، انا جاي لعندك على المزرعة، انتظرني. ايه على الطريق. بدي منك يا فاتح حتبيع لي هالمزرعة مشان الله، ببوس ايدك اليوم قبل بكرة، بدي اخلص من همها بقى. شو هالحكي؟ معقولة انت بدك تبيع المزرعة؟ بدي بيعها وبيع كل المشاريع اللي فيها واخلص من همها بقى. اوف، ليش بقى؟ يعني ليش كرهتها على طول؟ مع انك طول عمرك بتقلي انه هي المشروع تبع عمري. صحيح، بس زعران ضيعت سن الفارة، هلكوني يا اخي، لك ما في يوم بيمضى الا وبيسرقوا لي فيه شغلة. مثل شو يعني؟ اخي شو بدي عدلك لعدلك؟ ما عم يوفروا شيء، ما في شيء بتمهن مر، عجل، جاج، دواليب التراكتور، خلايا النحل، موتور المي، غطاسة البير. بتصدق انه سرقوا لي كلب الحراسة شانلو؟ قسما بالله حقه فوق 35,000 ليرة يا رجل. اوف، لعنة، معقول؟ مثل ما عم قلك، بقى دخيلك يا فاتح، دبر لي شي زبون لهالمزرعة بنوبك سواب. وبتصور هالشغلة ما بتصعب عليك، حاكم انت قديم بهالمنطقة وبتعرف ناس كتير. مزبوط، ما بقلك لا، بس بدك الصراحة انا ما بنصحك تبيع المزرعة. ليش؟ شو ليش؟ لانك راح تخسر كتير، ما بيجوز. يا سيدي خليني اخسر، انا قبلان، لانه بصراحة مليت من الحرمية يا فاتح، مليت على الاخر، طفح الكيل عندي. وبيني وبينك والله العظيم خايف أفقد أعصابي شي مرة وأوص لي شي حرامي وانبلى في آخرة عمري. هلأ فرد لي الوش وخلينا نحكي على رواق. وإلا ما لاقي لك طريقة بعد لك فيها الحرامية عن مزرعتك. يعني عندك حل؟ عندي أحلى حل، بس قلي هلأ شو بدك تتغدى؟ مشاوي ولا سمك؟ يا لطيف، شو بالك فاضي وعيشك راضي أنت التاني؟ سمك؟ اتفضل
تفضل يا عم تدبيك. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. تفضل لك بعد الدوية عن السيارة ولك بعد نزار بعدين عن السيارة. اهلا وسهلا يا امجد بيك، نورت. اهلين فيك يا مختار. والله خجلتوني يا امجد بيك، ليش معذب حالك كل الأد؟ ولو هذا واجب يا ابو نزار، معلومه اهالي ضيعه سن الفاره فاره كتير ومعدومين وعليهم حصار بغيض من الجوع والحرمان، ونحن الأغنياء المقتدرين المفروض نساعدهم ما أمكن. يعني هالمعونة هي لأهل الضيعة؟ إيه طبعاً، لكن لمين؟ وأنا جبتها لعندك حتى توزعها بمعرفتك، لأنك أنت الوحيد يلي بيعرف مين بيستحق ومين ما بيستحق. شكراً شكراً جزيلاً على هالثقة الغالية اللي منحتولي إياها، شكراً جزيلاً أمجد بيك. ولو يا مختار أبو نزار، هذا أضعف الإيمان. تفضل يا سيدي، وهي 25,000 ليرة كمان وزعها بمعرفتك. على عيني وراسي، تسلم يا وجه الخير ويسلم البطن اللي حملك. بي الناس جماعه حوالين السيارة وراح يخطفوا البضاعة. اوعك حدا يمد ايده على البضاعة. ها روح انت ونزار على المستودع فضوا السيارة وجيبوا لي المفتاح بسرعة. لك لسه واقف هون؟ روح من خلتي يلا بسرعة. يلا يا ابي يلا. ايه مختار بالاذن اسمح لي هلا. وين امجد بيك؟ ما بصير تروح قبل ما تتغدى. معلش عامر ديارك غير مره. ما بصير هيك يا امجد بيك. معلش مستعجل. السلام عليكم. مثل ما بدك. اهلا وسهلا. تفضل مع السلامه. اهلا وسهلا امجد بيك. مختار يا مختار ابو نزار، شوف عامل حاله مو سامع. شو مو سامع يا ابن نزار؟ يا ابن نزار يا ابن نزار يا ابن نزار، ليش العلاقة؟ وين سيارة المعونات اللي بعتها أمجد بيك للضيعة يا مختار؟ تفضلوا لجوا على المضافة، جوا بنحكي. ما راح ندوس بيتك إلا لحتى تقلنا وين راحت بالسيارة. تفضلوا لجوا بنحكي جوا، مو حلوة تعال قدام الناس. هلا لا تاكل بعقلنا حلاوة، وين المعونات؟ ناوي تاكلوا علينا يا حبيبي؟ خلاص أنت وياه وشد حالك ولك، شد حالك! تضرب بجوز عيونكم أنتوا اثنين. روحوا من قدامي، روحوا عشان ما شغل العصاية عجنبكم. نزار علان يلا عطاء المكترة يلا خطوا إلى جوا. يلا شلوا عم بطاقة بحرورة يلا نزار بعدهم اضربوا بجوز عيونكم. ولك شو بكن عابسين وحاطين العدة؟ فردوا لي الوش، شو صار بالدنيا يعني؟ شراب قهوة يا ابو عبدو؟ كتر خيرك، ما بدنا قهوة. طيب ساوي لكم شاي. ريح حالك مختار، ما بدنا نشرب شيء. اوف 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 اوف، ما بدي افهم ليش معصمين اليوم. مختار بترجاك تجاوبنا على قد سؤالنا وبس. حاضر، شو السؤال يا ترى؟ سيارة المعونات اللي بعتها امجد بيك للضيعة وينها؟ موجودة وبالحفظ والصون كمان. المعونة يا مختار وانت سيد العارفين انبعتت لحتى توزع على الناس كلياتها، مزبوط هالحكي ولا مو مزبوط؟ لا والله مو مزبوط يا ابو مسعود. شلون بقى مو مزبوط؟ ها انا بقولكم شلون. انتو فهمانين المسألة غلط. امجد بيك وقت بعت السيارة قال لي بالحرف الواحد هاي السيارة إلك، حبك توزعها على الناس حبك ما حبك انت حر، فما من حقكم تحاسبوني يا جماعة. آخ بس انتوا اعضاء المخترة الكم معذب قلبي ولازم دللكم وحسب حسابكم. نزار. نعم يا بي. جيب حصص اعضاء المخترة لهون. تكرم. ما في شيء من واجبكم، هاي حصة كل واحد فيكم. 5 كيلو سكر وخمسة كيلو رز وعلبة سمنة وبطانية ونص كيلو بن. وبقية المعونات ما بدك وزعها على الناس؟ شيء. ولك انتو شو دخلكم بالناس؟ اسمعوا الحكي اسمعوا. لك شو دخلنا؟ ما نحن أعضاء المخترة والناس حاطين ثقتهم فينا. يا أبو نزار يا أبو نزار، حق الناس لازم يتوزع عليهم قبل حقنا، هيك العدالة بتقول. لعم شو القصة هاي؟ شو عم نشحد شحادة منك مختار نحن؟
ومين قالكم انه هذا حقكم؟ هذا حقي، المعونات جايه باسمي الشخصي بس. هيك عم تقول؟ ايه، وما عندي غير الحكي. بسيطة، نحن من بكره الصبح رح نروح لعند امجد بيك ونحكي له القصة من طقطة للسلام عليكم. شو عم بتهددني يعني؟ مو شغل التهديد يا مختار، بس الشغل يعني سيدي ايدكم وما تعطي. يلي لكم عندي اعطيتكم اياه والباقي ما لكم علاقة فيه. شو عليه يا مختار؟ بكره بنتواجه. يا سيدي. يا بي، بدي اسألك سؤال بس ما تزعل مني. خير نزار؟ شوفي، انت ليش خليت اعضاء المخترة يطلعوا من عندك زعلانين؟ يزعلوا وينفلقوا، يلي بيزعلوا اللي بيرضى. بس يا بي، يعني انت يا سيد العارفين هيك ما بيصير. وشلون ما بيصير بقى؟ يعني قد ما كان يا بي هدول بيضلوا اعضاء مجلس المخترة وانت بحاجة إلون، يعني وعدم المؤاخذة هدول ملاعين كتير ونيتهم عاطلي. شو بده يساوي يعني؟ يلي بيطلع بيدهم يطلع برجلهم، بعدين مين لقوا هنن ولا انا؟ ما اختلفنا يا بي، بس يعني ما في داعي تخليهم يشتغلوا ضدك ويحفروا لك من تحت لتحت. ولك يا ابني هدول ما في شي بيرضيهم، شو ساوي؟ شو هالكلام الفاضي هاد؟ هدول بطنهم كبير وما بيشبعوا، شو ساوي يعني؟ احسب سعري بسعرهم ووزع لهم المعونة. لا يا بي لا، بس يعني انا برايي تجيب منهم اثنين لصفك. ايه، واذا دريوا اثنين تاني؟ سيدي خليهم يدروا يشتغلوا ببعضهم، المهم ما يشكلوا جبهة ضدنا. ومثل ما بيقولوا يا بي، يعني كلب يعوي معنا ولا كلب يعوي علينا. هيك قلت؟ والله يا بي، الشور شورك والقرار لك. يخرب بيتك شو زاهي. لم يدعو تطلع يعني؟ مساء الخير ابو عبدو. مساء الخيرات، اهلين مختار. هيك يا فهيم بتساوي قدام اعضاء المخترة؟ مختار فهمني الله يخليك، انا عم طالب حق الناس وبس. يا سيدي الحق رح يوصلك وفوق منه حبة مسك، شو رأيك؟ يا نزار، ابراهيم، نزلوا حصة عمكم ابو عبدو بسرعة. حسبت حسابك، كيس رز وكيس سكر، تنكة سمنة وكرتونة شاي وبطانيتين وثلاثة كيلو بن، وكلهم من أجود الأصناف. لا تقلي ما أخذ حقي، بزعل منك. ها بعدين بصراحة أنا ما عطيت حدا غيرك، أنت إلك معزة خاصة بقلبي. دخيلك يا مختار، يعني بدك ما تواخذني، أنا فعلا غلطت وبطلب منك السماح. وهي بوسي من هالشوارف. دخيل وأنا هيك. ها هيك الأوادم بيحكوا. يعني بدي كتر غلبة شوي. تفضل. يعني ما بنتقالي عندك شي بطانيتين كمان. حاكم سمعت انهم بيدفوا كتير وانا زلمة بريد بريد. تكرم عينك ابو عبدو. نزار. نعم يا بي. جيب لعمك ابو عبدو بطانيتين كمان، ما بتضيع معه. بس وينك؟ لا تحكي لحدا، هون حفرنا وهون طمرنا. اعوذ بالله انا احكي؟ ولو والله ما بتسمع مني ولا كلمة. يلا السلام عليكم. الله معك مختار. مع السلام عليكم. مع السلامة. الله معكم. ايه مختار، ما بيطلع لنا شي كرتونة شاي اضافية؟ حاكم محسوبك بريب شاي على الاصلي. ها تكرم عينك ابو حسين. ابراهيم جيب كرتونة شاي لعمك ابو حسين. لوين هلا يا بي؟ شرف رول عند رئيس المخفر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام معكم. مع السلامة مختار. هات عمي، هات هات عمنا. اسلموا. اطلع لك اطلع. الله معه مختار.
تفضل. يا رب. يا ابو عبده، يا ابو عبده، ابو عبده. ايوه مين مين؟ صباح الخير. يا صباح الخيرات، اهلين وسهلين. شو لسه ما لبسه؟ مشان شو بدي البيت؟ لك شو مشان شو؟ مشان تروح معنا. لوين؟ قال لوين؟ قال لعند امجد بيك مشان المعونات اللي لهطل المختار. صدقوني يا جماعة مالي قدران، راسي عم يجعني كتير ومرضان. لا سلامتك، امبارح ما كان فيك شي، امتى اجاك المرض على غفلة؟ شي بيعرفني؟ نمت فقت لقيت حالي مرضان، شو بإيدي الشغلة؟ يعني ما بدك تروح معنا تشتكي على المختار؟ لا والله يا جماعة أنا مالي قدران، انتوا روحوا لحالكم، أنا شايف حالي تعبان، فايت اتسطح لي شوي. صدقوني ماني فاضي يا أبو راغب، جايين ضيوف. على كل حال روحوا لحالكم، روحتي معكم لا بتقدم ولا بتأخر. يعني ما بدك تروح معنا؟ والله ما بقدر أترك ضيوفي، أنا أحب على قلبي روح معكم، بس حطوا حالكم محلي، شو بتساووا يعني؟ ومن جهة تانية أنا برأيي إذا حبيتوا تاخدوا برأيي ها إنكم تتفاهموا مع المختار بيكون أحسن. أصبح تفاهم مع المختار لحالك، نحن فيك وبلاك رايحين. تفضل. تفضل. لا لا ابدا، شو هالحكي ياد؟ تصرف المختار مو مزبوط منوب. انا قلت له يوزع نص حموله الكميون عليكم والنص الثاني على اهل الضيعه، هيك قلت له. يعني بتصوركم امجد بيك شو بيطلع للواحد منا؟ يعني على الاقل 6 شوالات رز، 6 شوالات سكر، 5 صناديق شاي، 10 بطانيات، 5 تنكات سمنه على الاقل. سمعان ابو مسعود، هذا المختار عم يضحك علينا بشويه رز وسكر، عم يعطينا من الجمل اذنه تاري. ودخلك بدي اسالك، ما اعطاكم حصتكم من المصاري الكاش؟ مصاري شو؟ بالله مالكم خبر؟ لا والله يا سيدي. الله يصلحه على العمله اللي عملها. انا اعطيته مصاري مشان يوزعها عليكم وعلى اهل الضيعه، يعني بيطلع لكل واحد منكم حوالي 5000 ليره. سم القاتولي ان شاء الله، الله وكيلك وكيل السماء والارض، ما وصلنا منه ولا قرش. هذا الزلمه لا بيخجل ولا بيستحي. طالما ما بيستحي نحن لازم ما نستحي منه. قوم ابو راغب، قوم لقلك قوم. امجد بيك دخيلك لا تاخذنا واستور ما شفت منا، ونحن بنعتذر منك كثير. شريف. السلام عليكم. الله سيدي. معكم. مع السلامه. شرفتوا. معونات يا مختار؟ أنو معونات؟ انتو معكم عم تشي بنوب؟ طالع المساري اللي سرقتها يا حرامي حتى ما تندم. ها خلاص وصلت حلق، ولك انت بالذات اخذت حقك وزياده. مو صحيح هالحكي، انا ما اخذ منك شيء. ورحنا لبعد التعريف، وين حصلنا يا مختار؟ وين السكر؟ وين الرز يا مختار؟ وين السمنه يا مختار؟ وين الرز يا مختار؟ وين الشاي يا مختار؟ وين القهوه يا مختار؟ يا حرامي يا مختار، يا محتال يا مختار، يا حرامي يا مختار، يا محتال يا مختار. بس انت يا ولد شد حلقك، كل واحد يروح على شغله. يلا ما منروح لناخد حقنا. ايه ما منروح لناخد حقنا. ابن حقنا. يا حرامي يا مختار. يا جماعة. يا جماعة. يا جماعة. جماعة المختار عم بيهربوا المعونات على مزرعته. حوني. شو هالحكي؟ روح لنشوف ابو زكي. Come on, 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 come on,
طلع طلع بالناظور. شو رأيك بالمنظر؟ والله يا أمجد بيك حابكي تمام يا سيدي. خليهم يلتهوا عنا ويشتغلوا ببعضهم أحسن ما يشتغلوا فينا. طيب سيدي بركي هديت أمورهم ورجعوا يسرقونا ويضيقوا خلقنا. يا سيدي مو مشكلة، المعونات جاهزة. الساعة واحدة. طيب حبيبي ليش مستعجل؟ لسه الساعة ما صارت 12 والمشوار من هون البلدية ما بياخد 10 دقايق. بعرف بس أنا ما بحب أتأخر. طيب تيسير؟ حبيبي شو صار مشان أخي طارق؟ يا لمية قلتلك 100 مرة أنا لما بكون بالاجتماع ما بحب أحكي بأمور شخصية. وليه علينا شو بتضل أبدا جد؟ يعني أنا اللي بدي أفهمه شو بصير إذا أخي استغنى عن غرفة من غرف بيته وقلب دكان؟ شو راح تخرب الدنيا يعني؟ لا ما راح تخرب الدنيا يا ستي، بس هو بالاول لازم ياخذ موافقه الجيران. ايه واذا ما سمحوا له الجيران؟ والله وقتها بده يغض نظر عن المشروع لانه هذا بضل حق الجيران القانوني. العمى العمى على هالجيران شو لقمه والغيره رح تعميهم، انه كيف هيك صاروا معه مصاري وبده يفتح دكان ويسترزق منا ما عاد يتحملهم عقلهم. البلديه ما بيهمها الدوافع، البلديه بيهمها انه ايه بس ممكن رئيس المجلس البلدي يعطيه استثناء اذا انت قلت له. لك يا حبيبتي يا روحي لامتى انت بدك تضلي جاهله بطبعي؟ انا ما بحكي مع حدا وما بحط واطي لحدا. بعدين انا بصراحه كلمه استثناء بكرهها بكرهها من جوات قلبي. لازم الناس كلهم يكونوا مثل بعضهم، لازم يكون ابن المسؤول مهما على شانه مثل ابن اي مواطن مهما قل شانه. يا لطيف يا لطيف على هالتفكير اللي عندك شو متخلف، انت هيك طول عمرك راسك يابس وبتحب تعقد الشغله. هلا اللي بيحب الحق صار راسه يابس ومعقد؟ طبعا هي جماعه المجلس البلدي كلهم عم يدبروا حالهم الا انت. يستفلوا ولك يستفلوا، انا الله هيك خلقني وهيك تربيت. هلا كل الناس ما فيهم تربايه الا انت، شو الحكي اللي ما بينسمع يا لميا؟ شو صار لك؟ ليش هيك عم تحكي؟ الو مين؟ ايه اهلين لحظه تفضل احكي مع الممرضه. الو اهلين كاميليا. لا ماني نازل على المشفى، في عندي اجتماع بالمجلس. طيب ماشي، اي حاله طوارئ خبريني بيجي فورا. يعطيك العافية خاطرك. مرحبا دكتور تيسير. الله يعطيك العافية. الله يعافي قلبك، تفضل. ما بقدر هلا مستعجل شوي. إيه لا تخاف ما راح أخرج، بس مشتاق لك وحابب أحكي معك شوي طلع. صدقني هلا ما بقدر، مستعجل عندي اجتماع بالمجلس البلدي. السلام عليكم. الله معك دكتور، مع السلامة. إذا بتحب تجتمع بهالزلمة الله يخليك لا توعده عندي هون بهالكافتريا. ليش خير في شيء؟ طبعا في. الله وكيلك الموسم الماضي سكر المحل بالشمع الأحمر أسبوعين وبعز الزحمة. أوف ليش بقى؟ قال شو؟ المطبخ وسخ والبراد ما عم يبرد منيح. بصدق خسرني أكثر من 100,000 ليرة من ورا هالملاحظة تبعه. بس قسما بالله ما راح أنساله إياها بنوب. مثل
موسم السياحي على الابواب، ونحن لازم نأمن كل الخدمات المستضيفين اللي يجوا على نبع البلسم مشان يشربوا ميته الصافي ويتمتعوا بالمناظر الخلابة، ونحن كمان لازم نكون بمنتهى التفاني لتوفير سبل الراحة للمستضيفين. ليش؟ مشان يصرفوا مصاريهم عنا وتستفيد البلدية من هالربوع السياحية الهامة. آلي سيدارين، ممكن تعطينا فكرة عن استعداداتك للموسم؟ أستاذ، أنا باعتباري رئيس قسم الهندسة بالمجلس رح نعمل صيانة عامة للطرقات، ورح نحاول نزيد عدد الباصات والبولمانات، ورح ننظم عمل السائقين والحمالين، وهذا بالإضافة رح نخصص أماكن جديدة لوقوف السيارات، وطبعا تأمين المي بدون انقطاع لأنه رح نسحبها من النبع مباشرة، ما عدا حملة يعني لصيانة الحدائق وحملة لبخ الحشرات الطائرة. عظيم عظيم كتير آنسة دارين. بس يا أستاذ، هذا الكلام كل سنة بنسمعه من الآنسة دارين وما عم يتنفذ منه 10%. رجاء دكتور تيسير، إلزام حدودك عمل معروف، هذا شغلي ولا تتدخل فيه. لا يا ستي، ما حذرتي، هذا الشغل ما بيهمك لحالك وبس، هذا الشغل بيهم الجميع. ولا تنسي انه الجرايد فتحتنا السنة الماضية وهي عم تحكي عن سوء الخدمات. يا جماعة يا جماعة، طولوا بالكم، شو بكون لحنا جايين لهون مشان نتفق ونحط خطة مو نتخانق. آلي سيدارين، انت مسؤولة عن تنفيذ اللي قلتي؟ طبعا، شو عم كذب عليكم يعني؟ اصبح خلص انتهت المشكلة، خلينا نكون متفائلين وعفى الله عما مضى. دكتور، شو استعداداتك الصحية للموسم؟ بصراحة أستاذ، أنا ما بقدر أقوم بأي مهمة صحية قبل ما تأمنوا لي متطلباتي. حلو، وشو هالمتطلبات بقى؟ أنا بحاجة لأدوية ولقاحات وأطباء وممرضين وسيارات إسعاف كمان. تفضلوا، هي قائمة. بس هي طلبات كتيرة وصعب تتأمن. والله مو كتيرة يا أستاذ، بعدين لا تنسى أنه رح يكون عندك بالبلد أكثر من 50,000 شخص بوقت واحد. صحيح، بس يا ريت تضغط لي هالنفقات شوي، لانه مثل ما بتعرف نص الميزانيه رايحه على المجرور الصحي. المجرور الصحي، صدقني استاذ، هالمشروع من اساسه ما كان لازم يصير، توسيع المشفى كان اهم بكثير. هلا ليش عم نطلع لورا؟ المشروع تنفذ وخلص والكل وافقوا عليه. ما عداي انا يا انسه دارين. بكفي بكفي، راح نأمن لك قدر المستطاع من هالمتطلبات. خلصنا. قدم معتصم، ممكن تحكي لنا عن خطتك لحفظ الامن؟ جهزت 4 دوريات على مدى 24 ساعة موزعين بالأماكن الحساسة بالبلد. شو؟ شايفتك جاية بكير، شو خلص الاجتماع؟ لا ما خلص، بس أنا طلعت بكير. ما أنت طول عمرك هيك، ما بيعجبك العجب ولا الصيام برجب. لكن معقول يرفعوا الأسعار 15% بحجة إنه التجار وأصحاب المطاعم ما عم يربحوا كتير؟ لك انت شو دخلك اذا رفعوا الاسعار او نزلوها؟ يا لميا يا حبيبتي، هيك بيضربوا السياحه والموسم السياحي، الناس ما عاد يجوا على نبع البلسم اذا حسوا بارتفاع الاسعار. انت غلطان يا تيسير، صدقني كل الناس رح يجوا لا تاكل هم، طالما هالنبع المعدني موجود ببلدنا فالناس بدهم يجوا غصب عنه. الو، اهلين كميل، يا اهلين، قولي له يجي الساعه 6 المساء. مراجعة وسهر شديد؟ أخذتي له حرارته شيء؟ طيب جاي فورا، مع السلامة. دخلك يا أمي دخلك. أنت شو أكل اليوم يا سليمان؟ والله يا دكتور ما أكلت شيء، يعني فطرت عادي. مثل شو؟ يعني الصبح فطرت زيتونة وشوية شاي ولبنة، والظهر ما قدرت آكل شيء، عم حسيت بحرارة وصار راسي يلف ويجعني وصار مصاريني يتقطع وتقطيع كأنه في سكاكين. أنت معك التهاب أمعاء شديد يا سيمان. التهاب أمعاء؟ بحياة الله، طب وهذا من شو دكتور؟ الله أعلم، بجوز آكل شيء أكلة وسخة وشربان شيء مي مجرسمة، ما بعرف. يا ربي، آخ يا ربي، بس أنا حكيم أو وكيلك يعني كل شيء أما أكله بغسله منيح. ولا يهمك، تأخذ هاي العلبة تأخذ لي منها حبة واحدة بعد كل وجبة، وبقية الأدوية بتجيبها من الصيدلية، وإذا من هون للمساء ما تحسن ترجع لعندي لهون على المشفى، فهمت؟ فهمت. أنت وين ساكن سليمان؟ جنب رأس النبع. يعني بفهم من كلامك إنه ما طلع معكم شيء بهالاجتماع؟ ولا رح يطلع، لأنه اللي بده يا رئيس المجلس هو اللي بده يصيره بس. يعني بيعملوا شوية نقاشات وحوارات مشان يضحكوا على العالم، وبعدين على مبدأ
قولوا اللي بدكم اياه ونحن بنعمل اللي بدنا اياه. دكتور بدهم يعطوا المستشفى. ايه. الو اهلين كميل يا خير. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب على الاولون سيروم جاي فورا. في الاذن انا مضطر امشي. ماشي اذنك معك. اخ يا راسي دقيقه لك دقيقه ارحم بها مشاكل. هات شوف عبد الغفار شو صار معك انت؟ الله لي دواك اللي داير يا دكتور. الله لي دواك اللي راسي رح يفلع علي فلع 14 حبه وما كان يكن الوجع وطوال الليل وانا حاسس بمغص شديد وعم راجع دخيلك يا دكتور. انت اكل شيء وصيخ او شربان شيء ملوى؟ لا لا دكتور ما شربت غير ما حتى المي ما عم بقدر بهضمها عم بتآيخ. انت وين ساكن يا عبد؟ دكتور شرقي راس النبع. وانت يا حسين؟ ابني راس النبع. انتوا معكم التهاب شديد بالامعاء ولازم اعرف سببه. دكتور سامر دخيل عينك بدي تحلل لي هالعينه هي كيميائيا وجرثوميا. من وين جايب هالعينه دكتور؟ من عند رفيقي من المزرعه من البير تبعه. خير دكتور مشتبه بشي يعني؟ لا بصراحه انا ماني مشتبه بشي نهائيا بس حابب اتاكد انه هي المي صالحه للشرب ولا لا وبسرعه دخيل عينك. على عيني المسا بتاخذها مني دكتور. الف شكر. احترامي استاذ. هلا اجا وطلب مني حلل له عينه من المي. حاضر استاذ بامرك استاذ. اكيد استاذ كل شيء تمام بامرك استاذ. على راسي استاذ. بدنا خدمه تحرز استاذ. على راسي امرك استاذ. خير كميل يا في شيء؟ سلامتك بس بدي اخذ نتيجه تحليل المريض بالغرفه رقم 9. تفضلي خذي التقرير. هلا انت مو استعجلت شوي بشراك اذن الاستيراد؟ يعني كان لازم تستنى حتى يرسل العط علينا على الليل. انا مظبط الموضوع من جوا. مساء الخير. مساء الخيرات. عطى لازم يزور مين اتصل فيني اليوم؟ مين اتصل؟ ام صفوان. مين هي ام صفوان؟ لك شو بدك تيسير؟ ام صفوان مرت ابو صفوان المتعهد. هذا اللي نفذ مشروع تبع المجارير. ايه شو بدها؟ يا سيدي اتصلت شو عم تعزمني انا وياك على خطبه بنتها. ومن وين لوين لتعزمني انا وياك على خطبه بنتها؟ اسمعوا على هالحكي هيك اشتهونا الجماعه شو كفروا؟ لا ما كفروا يا ستي. ألف مبروك عليهم. روحي انتي أنا مو جاي على بالي روح. أيوة. وليش حتى ما تروح؟ يعني حرام نتعرف على هدول الناس الأكابر ولا ضروري تضل طول عمرك عايش لحالك؟ هلا كل واحد صار معه قرشين مو معروف منين جايبهم صار بنظرك أكابر؟ أصلا هدول ما بيقولوا مرحبا لحدا إذا ما لهم مصلحة معه. ألو أهلين دكتور سامر. هلا أنا جرحته أنا؟ ما طلع فيها شيء المي؟ يعني صالحة للشرب. طيب شكرا يعطيك العافيه. شايفه بعيني اكثر من مره. هلا هذا اللي مضايقني. ايش هذا قليل؟ قوم بكي. قلت له من امتى عم تعاني من وجع الراس والمغص والمراجعه؟ من 3 ايام بس دخيلك يا دكتور رح موت من الوجع. انت وين ساكن؟
غربي النبع بشي 50 متر. انت لازم تبات عنا الليلة مشان راقبك طول الليل يا كاميليا. نعم دكتور. خدي على الغرفة 10 وعلى إيلو السيرون فورا. حاضر. خير كاميليا في شيء؟ دكتور أنا لازم لك على شغلة ضرورية. شو هي كاميليا؟ دكتور أنت عطيت دكتور سامر عينة حتى يحللها مو هيك؟ أي مزبوط. وأكيد ما طلع في شيء بالتحليل. مزبوط. شو عرفك؟ لأنه الدكتور سامر كب العينة اللي عطيته إياها بالمغسلة. مين قال لك؟ شفته بعيني. بس دي أسألك دكتور شو هي العينة اللي عطيته إياها يحللها؟ بعدين بتعرفي. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين حضرتك يا اخي؟ لك انا دكتور تيسير ما عرفتني؟ وليش هيك عامل بحالك؟ بعدين بقول لك. مسك هالكيس. وهي الرساله كمان. بدي اياك بكره الصبح من كل بد تسافر على الشام، بتروح بوشك على المخبر المركزي تبع وزاره الصحه وبتسال عن الدكتور فاروق. الدكتور فاروق. ماشي، بتعطيه الاناني وبتعطيه الرساله وبدي منك ما حدا يعرف بسفرتك حتى مرتك. ماشي شو اتفقنا؟ يعني ليش كل هالسرية هي يعني؟ بعدين بقلك يلا خطرة. مع السلامة. هلين دكتور عراسي. لك مين على الباب يا فاضل؟ ولا حدا، هدول الأولاد عم يدقوا يهربوا. يلا يا أولاد. دكتور بدون ياك بغرفة الإسعاف، اجتنا حالة جديدة. نفس الأعراض؟ ايه نفس الأعراض، إقياء وحرارة ومغص، بس هالمرة مع إسهال. عليك. معك حق، يعني اجيت عن طريق تحتاني. شرف. مثل ما توقعت تماما. شوفي نبع البلسم ملوث يا فاضل. وحتى اتاكد من اسباب المرض اللي بلش ينتشر بين الناس، اخذت عينه من ميه النبع وبعتها على العاصمه واجاني الرد. يا زملاء، نبع البلسم ملوث. يا لطيف، شو دمك خفيف يا دكتور تيسير. دمي خفيف؟ طبعا، واحد بيمزح هيك مزحة وما بيكون دمه خفيف. والله طولوا بالكم يا جماعة، طولوا بالكم. أنا عم قلكم إياها النبع ملوث وعم تسبب أمراض، تقولوا لي دمك خفيف؟ يا دكتور تيسير، بيقولوا مجنون يحكي وعاقل يسمع. صحيح. مي عم تنبع من قلب الارض، شو لوثها؟ فهمني، عرب لي اياها لشو؟ انا ما بعرف اعرب لك اياها، بس انا بدي اقول لك انه مية النبع ملوثه. ومنين جبت هالتقرير اللي عم يقول انه النبع ملوث؟ من المخبر المركزي بالعاصمه. طيب يا دكتور، ليش ما اخذت المي وحللتها بمخبر المشفى؟ سؤالك وجيه انسه دارين. انا بقول ليش؟ لانه الدكتور تيسير حلل المي بالمستشفى وللاسف ما طلع معه شيء. صح ولا لا؟ جاوبني يا دكتور. بصراحة أنا ما عندي ثقة إلا بتحاليل المخبر المركزي. والله أنا شايفة إنه الدكتور تيسير ما عنده ثقة بحدا بنوب.
دكتور تيسير، انت زلمه مثقف وفهمان، واللي سويته خطا كبير. تصور انه هذا الخبر ينتشر بين الناس، شو رح يصير فينا وقتها؟ اكيد رح توقع كارثه يا لطيف، واكيد الموسم السياحي اللي عم ينتظرون الناس باليوم والليله رح ينضرب، وبجوز يفلت الامن ما بتعرف، رح ينغرب بيت اصحاب المطاعم والفنادق والكافتريات والتجار والحمالين والسائقين، ورح تصير شوشره الها اول ما لها اخر. ولا تنسوا كمان المصيبة اللي رح توقع فوق روس أصحاب الملاهي، لأنه كل واحد منهم متعاقد مع كذا برنامج فني. مظبوط، يعني بالمختصر المفيد رح توقع كارثة على البلد كله. والله يا أستاذ، الكارثة الحقيقية هي إخفاء الحقيقة عن الناس وانتشار الوباء أول بأول. هلأ إذا إجا حدا بالصدفة على المستشفى كم واحد ممغوص وحرارتهم مرتفعة ومخبصين بالأكل أو أخدين شوية برد، بيكون نبع البلسم ملوث؟ لا يا دكتور، اسمح لي قلك انه عم تبالغ كتير، والغريب بالموضوع انك رجل علم ولازم تكون دقيق بألفاظك. انا دقيق بألفاظي، ومتأكد انه مياه النبع ملوثة، والحالات المرضية اللي وصلت على المشفى سببها الرئيسي والوحيد هو تلوث مياه النبع. فعلا غريب، انا مستغرب تماما اصرار الدكتور تيسير على موقفه الخاطئ، وكأنه هو وحده اللي بيفهم ونحن ما بنفهم. انا دكتور ورجل علم يا معتصم، ومهمتي قول الحقيقة مو تستر عليها. وأنا كمان مسؤول عن أمن البلد، ومهمتي أحمي مصالح الناس. أخي شو بدنا بالأخذ والعطاء هلا؟ أنا بطلب تشكيل لجنة محايدة لفحص مياه النبع مرة تانية وتالتة لحتى تبين الحقيقة. ماشي الحال، شو رأيكم يا جماعة؟ والله أنا بشوف ما في داعي لهالمسألة منوب، يعني مجرد ما يدروا الناس أنه عم نحل مياه النبع رح تكتر الإشاعات الكاذبة، ورح تصير سمعة ضيعتنا بالأرض. أصبح أنا باسمكم جميعاً بطلب من الدكتور تيسير إنه ما يحكي بهالموضوع أبداً، هاي إذا كان بهمه مصلحة البلد. مستحيل، أنا لا يمكن أسكت أبداً. دكتور الله يخليك، أنت متأكد من هالمعلومات الخطيرة؟ طبعاً، ومستعد برهنك على كلامي كمان. بس هذا شيء خطير كتير كتير يا دكتور. ما بقولك لا، بس هذا هو الواقع، وأنا بطالبك بصفتك أنت السلطة الرابعة أنك تنشر هالمعلومات بالجريدة لحتى نقدر نحمي الناس. طيب على عيني، بكرة أو بعد بكرة إن شاء الله بيكون نازل الخبر وبالصفحة الأولى وبالمانشيت العريض. طيب بالإذن. وين دكتور؟ معقول لسه ما شربنا قهوة؟ غير مرة إن شاء الله، عندي حالات مستعجلة بالمشفى لازم لحقها. مع السلامة. ألو، احترامي سيدي، كان عندي الدكتور من شوي، وعدته أني نزل له الخبر بكرة أو بعد بكرة. طبعاً أكيد رح ينتظر كتير. على قولتك سيدي، نحن ناقصنا ناس مجانين. احترامي. ليش بتأخر فينا هلأ؟ لو مستعجل فيه ما كانت سايت حالته كل هالشي. والله يا دكتور كنت مفكر انه الشغله بسيطه، وجارنا اعطاني كم حبه سقيته اياهم، بس الظاهر ما مشي الحال. ابصر شوي الحبوب يلي اعطاني اياهم. انت وين ساكن؟ بالحاره القبليه. ومنين تشرب مي انت وعيلتك؟ منين يعني؟ من راس النبع، لانه قريب علينا، والعزة الجرباني ما بتشرب غير من راس النبع. محشوم ابو زياد محشوم. يا كاميليا. نعم دكتور. بتاخذي الولد فورا على غرفه الاطفال وبتعلقي له السيروم. حاضر. وانا دكتور ما بدي سيروم. لا ابو زياد، انت رح اوصف لك دواء، بس لازم تمتنع عن الشرب انت وعيلتك من مياه النبع. ليش دكتور؟ خير لا سمح الله في شيء؟ اي نعم، في كل شيء. النبع ملوث بمياه المجارير. ألو ألو، مرحبا أستاذ صداح.
أهلين دكتور تيسير. هي صار ماضي 10 أيام ولهلا ما نشرتوا الخبر. خبر شو دكتور؟ خبر تلوث النبع، شو نسيتوا يعني؟ تذكرت. بس اسمح لي أقول لك يا دكتور إنه الخبر اللي قلت لي إياه مو مزبوط. وحضرتك مثل ما بتعرف نحن جريدة ملتزمة ومحترمة وما فينا ننشر أي شيء يضر بمصلحة البلد. وفوق كل هاد الخبر اللي قلت لي إياه مو مزبوط. لذلك اسمح لي إني أعتذر منك. سيدي ما في داعي للاعتذار. أنا بدي أدور على جريدة بتحترم الحقيقة وتنشر لي الخبر. يعطيك العافية. قال شو؟ بده يدور على جريدة تحترم حالها. ليش بلاقي؟ ما بعرف. يعطيك العافية دكتور. أهلين أبو زياد. إيه كيف صار ابنك؟ الحمد لله أحسن بكتير. إيه الحمد لله. وأنت شلونك؟ كمان منيح. أنا والعيلة بطلنا نشرب من مية النبع. إيه عظيم. أنا يا أبو زياد اللي محيرني إنه النبع ملوث. بس الشيء اللي ما عم بقدر أفهمه هو شو سبب هالتلوث؟ بدك تعرف سبب التلوث دكتور؟ طبعا بدي أعرف. مجرور البلدة، لأنه حسب العقد اللي عملوه مع المتعهد لازم المجرور يبعد عن رأس النبع 500 متر، لأنه أخي صبحي الله يرحمه هو اللي كان يطبع العقودة في البلدية، والمجرور ليك ورا النبع ما بيبعد 100 متر. بدك تشوفه دكتور؟ شو هالحكي؟ معقول؟ المتعهد أبو صفوان وفر 400 متر شغل، يعني ملايين الليرات مشان يحطها بجيبته. إيه بس هذا مخالف للشروط. اسأل اللجنة اللي استلمت وعند اللجينتي الخبر اليقين. المهندسة دارين هي اللي استلمت المشروع. وآخرتها هاي الساعة صارت 11:30، بيظهر ما حدا رح يجي بعد هلأ. معناتها من أجل الاجتماع ليوم تاني، هذا هو الحل. لك يا جماعة شو نجي الاجتماع؟ هي تالت مرة عم نجتمع الفاضي. عفوا دكتور شوفت عينك، الغايب عذر معه. بس أنا قلت لهم إنه الاجتماع كتير كتير ضروري والموضوع كتير خطير. دكتور شو بدك تقول بهالاجتماع؟ بدي أقول لهم إني عرفت سبب التلوث. وشو هو سبب التلوث؟ بس تجي الأنسة دارين بتبقى بتعرف السبب. تفضل أستاذ. شكرا. الأستاذ حسون بيعتذر عن الاجتماع لأنه طلع يستقبل المطربة هزار الليل على المفرق. ألو ألو. أيوة أهلا سيادة المقدم. نعم إيه ما مشكلة، مع السلامة. سيادة المقدم معتصم بيعتذر عن الاجتماع، في عنده مشكلة بسوق القصابين. وأنا بعتذر كمان، عندي دورة على المطاعم مشان أعلق التسعيرة بمكان بارز. أصبح يؤجل الاجتماع ليوم تاني بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. لك وين كنت لحنا؟ أبو صفوان صار متصل فيك أكثر من 3 مرات وقال لما تجي دق له على هذا الرقم. شبك؟ ما بدك تتصل؟ لا تعبان شوي، بكرة بحكي معه. إيه بس الزلمة قال دق له ضروري. لك شبك تيسير؟ لسه فايت مهموم وطالع مهموم، شبك؟ ألو نعم. أهلين أبو صفوان. نعم. حاضر، مع السلامة. وحياتك ليجي هلا بتشوفني. اسم هديات. يا اهلا. مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا بدكتورنا العظيم. اهلا وسهلا. يا اهلا. لا انسي دارين تعرفها طبعا. ولو معكم بالمجلس. شرف دكتور. شرف وشرف. اهلا وسهلا. نورت المحل دكتور. بوجودكم. يا اهلا وسهلا. شو قلت لك؟ الدكتور تيسير بالاضافه لانه رجل علم وحقيقه بس بحب الفرفشه والبسط. يا اهلا دكتور. اللي دكتور شو بتحب تشرب؟ لا لا شكرا شكرا ما بدي شيء. بس بقدر اعرف بالاول ليش بدك ياني؟ طبعا يا دكتور تيسير طبعا.
الحقيقة أنا نويت أفتح مشفى كبير بهالبلد، والمشروع بتصوي رابح تماماً، والأنسي دارين هي اللي راح تحط المخططات. نحن الحقيقة بحاجة لحدا يساهم بمسألة الإشراف على المخطط أثناء مرحلة التنفيذ وتركيب الأجهزة. ولما سألت الأنسي دارين مين بتقترحي، على الفور جاوبت الدكتور تيسير. مالك غير الدكتور تيسير؟ والحقيقة دكتور تيسير نحن بيشرفنا أنه تنضم لنا، فشو رأيك؟ طبعاً الراتب اللي بتقترحه نحن موافقين عليه تماماً، وكمان النسبة، أي نسبة بتحطها فنحن موافقين عليها، شو رأيك دكتور؟ أنا آسف أبو صفوان، إذا كنت مفكر أنك بدك ترشيني بهالمنصب والراتب اللي بدك تعطيني إياهن مشان أسكت على مجرورك الفاسد اللي عم يلوث النبع، بتكون غلطان. صباح الخير. اهلا. والله يا انسه بقدر اقابل السيد الوزير؟ لا والله صعب. ليش صعب؟ لانه ما له هون. عفوا منك، بس هو وين؟ شو حضرتك عم تحقق معي؟ لا عفوا، بس هي رابع مره بيجي لهون بتقولي لي انه ما له موجود. شو يعني عم بكذب عليك؟ لا استغفر الله، بس بقدر اعرف امتى بيجي لهون؟ ما بعرف، انت وحظك. بس يا أنسة في قضية كتير خطيرة ولازم السيد الوزير يطلع عليها اليوم قبل بكرة. عامة ولا شخصية؟ عامة. أصبح كتوب على ورقة وبس يجي الوزير أنا بخليه يقراها. كل شيء بده يا السيد الوزير موجود هون. ماشي الحال، وصل. ابن ناقص. اهلا وسهلا دكتور. مرحبا. عفوا دكتور، الاستاذ ابراهيم رئيس التحرير مو فاضي وطلب مني قابلك، وقال انه في عندك موضوع خطير عن الفساد والتلوث بقريه تبع البلسم وحابب تنشره بجريدتنا. مزبوط، كل شيء بدك اياه عن هذا الموضوع موجود هون من وثائق وصور. عظيم كتير، اكيد هالموضوع رح يشكل سبق صحفي. اكيد، انا بس بدي الحقيقه توصل. أكيد رح توصل، لا تنسى أنه جريدتنا اسمها الشمس الساطعة. خلاص، يعطيكم ألف عافية. تفضل دكتور، تفضل. لا بالإذن، غير مرة إن شاء الله. مع السلامة. شكراً، شكراً. مع السلامة دكتور. ألو، احترامي أستاذ، أي الوراق معي؟ جاي. مرحبا كاميليا، شو جابوا حالات جديدة؟ خير كاميليا، في شيء؟ لا دكتور، ما في شيء ابدا. لك شو اللي صاير؟ اجا كتاب من الوزاره اعفائك من الشغل بالمستشفى. أنا آسف يا دكتور، ما رح أقدر أسمح لك بالدخول. خير، ليش؟ شو اللي صاير؟ إجتني أوامر منعك من الدخول. من مين؟ من السيد المحافظ. إيه بس أنا عضو منتخب بالمجلس. أنا ما لي علاقة يا دكتور، روح شوف السيد المحافظ.
السلام عليكم. ألين؟ وصل عدد جديد من جريدة الشمس الساطعة؟ ما بعرف، دور جوا. إيه. رجاء دكتور، أنا ماني فاتح مركز ثقافي، إذا ما بدك تشتري الجريدة لا تفتحها. طمن طمن، رح أشتريها. سي. عشو عم تدور دكتور؟ على مقالة لازم يشروا لي إياها بهي الجريدة. إيه طمن طمن، رح يشروا لك إياها، بس أنت جاي مثل هلا. يا لميا، سأعود إلى البيت حين يعود العقل إلى رأسك لميا. يا تيسير يا عدو الجماهير، يا تيسير 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 يا تيسير يا
شو هاد؟ العمى ضربكم، مو شايفين هذا الحيط؟ شبه سيدي؟ ما في ولا صورة إلي. مين المسؤول عن الحيط؟ أبو شعلان سيدي، أبو شعلان. شو يا أبو شعلان؟ مزبوط سيدي، أنا المسؤول، بس الله وكيلك ما انتبه فيه، ما شفته. انزل لزق كم صورة أنت وياه، بسرعة لشوف. سلام عليك. تاني تعال زيف يلا بسرعة، هون 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 هون، أيوة هون. العمى وليش هالصورة مقلوبة كمان؟ ولك يا أبو شعلان. نعم معلم. هاي الصورة مين قلبها؟ الله وكيلك، مو أنا يا سيدي، أنا الله. لكن مين قلبها؟ والله بجوز سيدي جماعة سعيد كالحوت، سنن اللي قلبينا. ايه تعال صلحها أنت ويا بسرعة. هذا سريع. وهي اللافتة ليش وقع على الأرض؟ ما في غير جماعة سعيد كالحوس سيدي، ما في كلام. هلأ كل شغلة عاطلة بتحطوها بظهر سعيد كالحوس؟ يا سيدي واضحة الشغلة، ما حدا بيهمه يأذيكم غير سعيد كالحوس وجماعته. مزبوط، جماعته بيكرهوكم كتير. ما اختلفنا، بس أنا متفق أنا وياه أنه تكون المنافسة شريفة. سيدي هذا ماله أمان، والاتفاق معه ماله جنس القيمة، مبين كالحوس. يلا تحرك أنت وياه، جيبوا السيبة وتعوا على اللافتة بسرعة. حاضر. ما مثل ما بكون شايفين، المنافسة بيني وبين سعيد الكلحوش شديدة كتير. هو راصد 5 مليون، بس أنا راصد 7 مليون. هو معتمد على أصوات أهل ضيعته تل الفانوس، وأنا لازم أمن أصوات أهل ضيعتي وادي العرموس، ورح نشوف مين رح ينتصر بالنهاية. أما باقي المرشحين فهدول سمك صغير سردين ما بنحكى فيهم. وهلا سمعوني، شو سويتوا اليوم؟ سيدي وزعنا طحين وسكر وزيت ورز وسمنة وعلب حليب على الطفرانين مثل ما وصيتنا. حلو كتير، لأنه لازم نكسب الطبقة الكادحة. شو سويتوا كمان؟ سيدي وتبرعنا ب10,000 ليرة باسمكم لنادي شد الحبل الرياضي. ماشي الحال، مع أنهم ما بيستاهلوا فرنك واحد. لك يخرب بيتهم، اشتهيتهم يربحوا شي مرة مباراة واحدة بس. على كل حال مو مشكلة. شو ناوي يسوي بكرة؟ سيدي بدنا نحضر حفلة طهور ابن مختار ضيعة الدبسية، ولحرش على الحاضرين باسمكم طبعا سكاكي وراحة الحلقوم وشوية ليرات فراطة. ماشي الحال، مع انه هالمنظوم ما عزمني. سيدي بس حزم سعيد كالحوس، هيك زلمته قال لي. سيدي بتحبوا نروح نخربط له الحفلة ونخطف المطهر؟ لا لا لا، ما بدي مشاكل بنوب، نحنا لازم نبين حضاريين. ايه شو صار معك يا مخلص؟ سيدي اللي بيحق لهم ينتخبوا هون بالمنطقة من الراجدين، يعني ضيعتنا واللي حواليها 1890 شخص. بدي أصواتهم كلها، ما بدي صوت يهرب لعند سعيد كالحوس. من هالناحية ولا يهمك شفيق بيك، وبصراحة أنا محضر لكم مفاجأة رح تنبسطوا منها كتير. وبعدين وين المفاجأة اللي محضر لي إياها؟ ما بقى إلا نوصل عليه. وأكيد رح تنفعنا بالانتخابات. ولو أكيد بعجبك أنا. ها ليكو إجا. السلام عليكم. وعليكم السلام. بعرفك معلم نزير ابن خالتي من ضيعة تل الفانوس. اهلا وسهلا، شو رح يفيدنا الاستاذ بالانتخابات؟ اي سيدي، انا تعينت مراقب على صندوق الانتخابات بالضيعة. ولهالسبب نزير رح يبلغنا بسير العملية الانتخابية اول باول. يا سلام، حلو كتير. ومن جهة الاكرامية نزير ولا يهمك، شفيق بيك ما رح ينساك. طبعا طبعا. وانا كمان ما رح انسى، رح انقل لك اخبار الانتخابات اول باول. ان شاء الله هيك يا رب نكفيكم بالافراح. يسلموا ايديكم يا شباب. الله يعطيكم العافيه. تفضل اخي شاهد. يلا تفضل حسين. يسلموا. الله معكم، الله معكم يا شباب. يسلموا يا شباب. سجل 2. سلام يا شباب. هلي بالشباب، هلي مواطنين، تفضلوا تعالوا. عباس اوعى تتركهم لجوا، معهم لجوا. حاضر معلم. طلع وياك بس. يا سيدي هلا
مرة جبنا 6 دفعة واحدة. بس تأخرتوا، صلكم ساعة رايحين. يلا يا شباب، كل واحد هويته بإيده، شرفوا. على مهلكم، على مهلكم، يلا. شرف حجي، شرف. تفضلوا تفضلوا، أهلا وسهلا، تفضلوا. خدها وياتون؟ إيه ليك، كل واحد هويته بإيده، شرفوا. يلا، تفضلوا. يا شباب الله يعطيكم العافيه يا رب. المعلم ما راح ينسى لكم اياها. الله معكم، الله معكم، الله معكم يا رب. انتخبوني ولو معلم؟ بدها سؤال مخلص. سجل صوتين. وليش صوتين؟ والثالث وين راح؟ الثالث ما رضي ينتخبك، انتخب اسماعيل سوس حلو. الله لا يعطي العافيه، انتخب اسماعيل سوس حلو. ايه هذا بيستخسر ينتخب حاله يا ضيعان الصوت. سوس حلو يعطيكم العافية يا جماعة. الله يعافيك. بيضتوا وشنا، الله يبيض وشكم، وتأكدوا انه اصواتكم ما راح تروح هدر مع شفيق بيك. يلا مع السلامة. شو بدك توصلونا؟ لك شو نوصلك يا اخي؟ ما لنا فاضيين. درجوا يلا مع السلامة. فركة كعب تشتونا جبتونا على بكره. سجل عندك 6 اصوات. انت متأكد انه كلهم انتخبوني؟ ولو يا بيك متأكد، حلفوا لي يمين. قلبي مو مطمن. سجل 4 يا مخلص. أهلين نزير، طمني شو الأخبار؟ شفيق بيك قل له لجماعتك يشدوا الهمة شوي، لأنه هدول جماعة سعيد كالحوس عم يشتغلوا من قلبه ربه وما عم يضيعوا وقتهم منه. قل له لجماعتك يشدوا الهمة بقى. وقديش بتقدر عدد الأصوات اللي أخدها سعيد كالحوس؟ يعني شي 450 صوت تقريبا. بسيطة بسيطة. وينك نزير؟ خبرني أول بأول شو بصير معك. مع السلامة. مخلص، كم صوت معي لحد هلا؟ 402. لا هذا الوضع ما بيسكت عليه بنوب. انا مشغل معي زلم ولا فزاعات عصافير؟ تعالوا كلكم لعدلون. خير معلم؟ في شيء لا سمح الله؟ ولك غريمي صار مجمع 450 صوت، وانا لحد هلا 400 صوت. لا شو 400 صوتين معلم؟ صوتين قردين، شو الفرق؟ وينكم؟ بتجيبوا لي كل زلمه ما انتخب، نسوان، رجال، عفاريت، الكل بتشحطوه لهون. بسمع على شوف. أمرك معلم. حاضر بيك. ساتك وايد، شوفوا حرك، شوفوا حاول جوا. شو يا ابو شعلان، كم واحد جبت بها النقلة؟ 10. عظيم، وان شاء الله كله انتخبوني. ايه تمام. وينك؟ شد لي همتك وجيب نقلة تاني. يلا مع السلامة. سجل لي عندك 5، لأنه هذا أبو شعلان كذاب، نص كلامه بتكبه بالبحر. ألو، أهلين نزير، طمني شو الأخبار؟ شو أخبار غريم الكلحوس؟ جاب بيت أبو كعب وانتخبوه كلياتهم، هدول بيطلعوا له شي 44-45 واحد. وهلا راحوا جماعته يزقوا بيت غول المرستان كلياتهم يجيبوهن لهون، وهدول كمان بيطلعوا كتير كتار. بقى شفيق بيك، قلن لجماعتك يشدوا الهمة بقى. بسيطة بسيطة. وينك؟ خلي عيونك 10-10 ولا تطعني من الأخبار. مع السلامة. اسمعوني منيح، نحنا لازم نعلن حالة الطوارئ، لأنه بصراحة بيتي انخرب ولازم نستنفر وما نخلي بني آدم ما ينتخبني. يلي بيحسن واللي ما بيحسن، المريض، الختيار، المكرسح، المجنون، حتى الأموات، إذا بتقدروا تطالعوها من أبرة لا تصل. يلا نشوف. ان شاء الله ما بننسى لك اياها. اهلين وسهلين، مع السلامه، الله معك. كم ساعه بقي ليسكروا السندين؟ لحظه ساعتين ونص معلم. يلا يا شباب، يلا
تاع عمي تاع تاع على مالك على مالك اسم الله حولك الله اسم... الله تاع حبيبي تاع واقف انت واقف تاع شرفو يا شرفو تاع 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 حوني على مالك حجي على مالك الله يقويك يلا طالعوا الهويات يا شباب كل واحد هويته بيده على مالك على مالك الله يقويك مخلص سجل سبعة طول بالك لحتى ينتخبوا هدول مضمونين سيدي مخلص سجل واحد طول بالك لو يوصل معك على الصندوق بالاول اطمن معلم ماسك حاله بيلحق قديش عدد المنتخبين لحد هلا 760 واحد سيدي وقديش اللي بيحقله ينتخب بالبلد 811 الله يقويكم يا شباب الله يعطيكم يا شباب يعطيكم العافيه مع السلامه شكرا يا شباب شكرا لكم الله معكم مع السلامه معناته بعيان 51 بني ادم لسه ما انتخب لا سيدي شو 51 باقي صوت واحد بس شلون صوت واحد بعيان 51 لا تجنني سيدي سلامة فهمكم في 50 واحد مسافرين برات البلد أيوة فهمت عليك ومين هذا اللي ما انتخب لحد هلا إبراهيم خنشور وليش ما انتخب لحد هلا سيدي مرته قالت لنا إنه نزل على البلد بالسوزوكي أخذ نقلة ملفوف يضرب هو والملفوف تبعه روحوا جيبوه بسرعة سيدي عفوا ما بتصور في داعي يعني صوت واحد شو حساي معناه بيساوي كل شيء شو بيعرفك أنت ألو أيوة نزير شو؟ الكلحوز داعس؟ ولا يهمك وأنا كمان داعس بس قلبي مو مطمن خليك عم تتصل معي لك بعرف بقيان ساعتين ما بتعرف بقيان ساعتين شو بصير يلا يلا الله معك وينكم؟ جيبولي إبراهيم الخنشور من تحت الأرض حاضر حاضر يا جماعة والنبي جددوا عهد النبي علموا أولادكم عزة الشهم الأبي لا تطيعوا ظالما لا تطيعوا الأجنبي يا جماعة والنبي جددوا عهد النبي يا جماعة والنبي جددوا عهد النبي فاضينا بدي قنينة كازوز تكون بردي حاكم حلق مطقطق من هالشوب يلي لا قبله ولا بعده جدول لا ما فيه جدول تفضل هيك كازوزا يسلموا دياتك قرر وين الشريقة شو ما في شريقة بخاف زرزيب جدول لي ما عفي وهي شراقة عظيم جدا كرتون ولا بلاستيك بلاستيك لا بخاف التشتش اذا دحشت هاون بتشتش لانه عظيم خذ شايف اني شو عم نفعك بشرب الكازوز عالروحة كازوزة عالجي كازوزة عالطلعة كازوزة عالنزلي كازوزة 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 شكرا اخي فضلت على راسي وين رايح ها عم نحكي معك ولا مش عاجبينك اخي ابراهيم الله يرضى عليك عندي شغل لفوق راسي شو بدك هلا اشتهيت لك هالملفوفة خذ اذا بدك كلها مع التبولة او كبسها مخلل شكرا اخي ما بتلزمني أعوذ بالله ما بيصير غير تاخذها صدقني يا سميح إنها طالعة من عيني بتتذكر راسين الكرمب يلي عطيتك إياهن الجمعة الماضي
بس ما تكون بعتن. ها هذول هدية مني إلك والهدية بتنبعش. على كل حال إذا طلع موسم البطايطة ما رح انساك أكيد. إن زلمي آدمي ما بدك الملفوفة تصطفيل، أنت حر. خذ يا سماح. سماح هاي القنينة الفاضي حطت لك ياها هونها، مع إنه حقها مدفوع بس أنا هيك طبعي، أبحبش واحد يحط علي وحدة. السلام عليك. تضرب أنتو قنين بان والملفوفة بدها طعمية للسيد تبعي. شرف شوف. سلام عليك. عليكم السلام. أهلا وسهلا. شرف حضرتك إبراهيم الخنشور؟ إيه بالله أنا إبراهيم الخنشاو. انتخبت شي؟ لا والله لسه ما انتخبتش. إيه شرف معنا ركان. لوين بدي شرف؟ على مركز الانتخابات من شان تنتخب مرشحنا شفيق البطة. شفيق البطة على عيني وراسي. بس أني معيش هوية. ليش وين هويتك؟ وين يعني؟ بالبيت. أم نجيبها؟ شو شغلتنا نحنا؟ يلا سوق قدامنا ودلنا على البيت. بديش سوق. ليش؟ لأنه بيتي لحشة حجر من هون. شرف قدامنا لشوف. تفضل. يعطيك العافية. الله يعافيك. تفضلوا. انت انتخبتي شاي؟ ايه انتخبت مع خي حسين وقال اخذ علي علبة سمنة من سعيد كالحوس. علبة سمنة؟ وينها؟ شو بعرفني؟ اخذها خي. اخذها؟ الله ياخذه. ليش لا ياخذها؟ عبقول لك شو بعرفني؟ حضرته ما كانش يعطيني اياها. هلا بكفي انت وياها، جيب الهوية وخلصنا. ليش الهوية مش معك؟ لا والله مش معايا، نسيت احملها. يا باقي كيف بتنزل على البلد وبتسوق السيارة وفيش معك هوية؟ هلأ مشان الله خلصونا يا جماعة، مو بقيان غير ساعة ونص لسكروا الصناديق. وين حاطت الهوية؟ شو بيعرفني؟ شو فيها بجيبة الجقوية الكحلة؟ ما لقيت شي بالجقوية الكحلة. دوري عليها بالخزونة، بجوز تكون متحوشة بين فسطينك بالغلاوط. عبقول لك ما خليتش مطرح ما دورت فيه، لا تكون بجيبك ومش عارف. يا باقي؟ أي والله، هاي هي معايا. العممة أغباني، بتحصل، بتحصل بأحسن العائلات. هلا خلصنا أنت وياها، شرف معنا، ما معنا وقت. لا لا، بعتذر يا جماعة، أبقدرش. بقدرش روح معكين بتاتا، عندي شغل حبيبي. وشو هالشغل بقى؟ أولا عدوا بدي طعم الدجاجات، ثانيا بدي ساعد مرتي حبيبتي منيرة، بدي ساعدها بالطبخ والجلي والتعزيل وهلو مش هيك يا منيرة؟ خلصنا هلأ، بعدين بتساوي كل هالشغلات. بقدرش يا جماعة، ما تحرجونيش، بقدرش بتيتان. لك وينكن يا جماعة؟ شو صار معكن؟ ليش هلأ ما جبتوه؟ سيدي ما عم يرضى يروح معنا لحتى نساعده بالشطف والتنظيف ونطعمي له الدجاجات. ولك ساووا له اللي بده اياه، خلصوني ما عاد في وقت. وبدي طقم جديد وكندره لميع. حاضر على راسي، رح نجيب لك طقم ما اللي بدك اياه بس خلصوني. حلو جدا. وبدي يا ربي شو بدي؟ بدي تعبوا لي السياره بنزين. لا يا ربي مازوت. ولك رح نعبي لك ياها، رح نعبي يا خلصوني ساعدوه لشوف. حاضر حاضر. هدول ايه؟ اخي هات البربيش وخذ المشي. ولك خلصوني بقى حاجه كر، خلصوني.
هات مي لهون، هات مي. مهلك طرشنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آسفين خلص الوقت. لا وانت السادة لسه ما خلص، ساعتك مسبعة دقيقة ونص. ماشي الحال، مين بده ينتخي؟ أني. اسمح لي بهويتك. وهي الهوية؟ شو هالشغلة المهمة يعني؟ هوية قاب. سجل لي إياها، شرف هاي الظرف وفوت على الغرفة السرية. فوت شوي. هاي القائمة حطها بالظرف. أبديش حدا يملي علي إرادته، أنا بنتخب بضميري، مش الانتخابات ديمقراطية؟ هات ورقة من عندك فاضي، هات. شرف يا عمي، هاي ورقة وتفضل على الغرفة. حاضر أنا بتفضل. اطمن معلم. شفيق البطة، سعيد كنحوس، سعيد كنحوس، شفيق البطة، شفيق البطة، عبد الحميد شنكوت، شفيق البطة، شفيق البطة، سعيد كنحوس، شفيق البطة، شفيق البطة، شفيق البطة. الناجحون في المنطقة الوسطى: 1 جهاد فياض، 2 هشام المالح، 3 سيف الدين سبيعي. نتائج المنطقة الجنوبية: 1 إسماعيل سوسحلو 14,250 صوت، عبد الحميد شنكوت 15,320 صوت، سعيد كلحوس
17,470 صوت. شفيق البطة 17,471 صوت. الناجحون في المنطقة الجنوبية شفيق البطة. مبروك يا بيك، مبروك إن شاء الله. ألف مبروك. شكرا زلقوطة. مبروك من جوة قلبي. الله يبارك فيك يا إبراهيم. بس لا تنساني، ها، لا تنسى كمان أني أنا رشحتك. صوتي هو اللي رشح الكفي. مظبوط؟ مظبوط مظبوط، عم يقول مظبوط. يعني لولاي شو كان صار بحالتك يا شفيق؟ كانت حالتك بالويل. مظبوط مظبوط، عم يقول مظبوط مظبوط، عم يقول. شايف وقتك شفيق؟ أنا نجحته. لا أنت نجحته؟ طبعاً أنا نجحته. إذا مش مصدق رح أسأل شفيق. يا شفيق مين نجحها؟ احكي احكي، مين نجحها؟ بلا أنت سامع؟ أنا نجحته. لولاي ما نجحش، ما نجحش. الزلمي كان مخوطر وبده صوت واحد من الهوى بس، يعني على آخر نفس. وأنا اشفقت على أهل شفيق لأنه منظومها آدمي. نجحت نجحت. ألف مبروك، ألف مبروك يا أستاذ شفيق، ألف مبروك. الله يبارك فيك. أولاً على نجاحك في الانتخابات، وثانياً على تكليفك بالإدارة العامة لشركة اللحوم المجمدة. شكراً شكراً، أهلا وسهلا. ألف مبروك، ألف مبروك. تفضل أهلا وسهلا. العز للرز والبرغل شنق حاله. شفيق يعطيك العافية يا آنسة. أهلين أمور. بدي أشوف الأستاذ شفيق وبسرعة لو سمحتي. اسفه مشغول، عنده اجتماع. ها؟ اجتماع؟ مشغول؟ مش إلي بينقال هالكلام يا آنسي. انت بس قولي له بده اياك ابراهيم الخنشور يلي نجحك بالانتخابات، وشوفي شو بيقول لك. لا انت اللي نجحته بالانتخابات. طبعا مين اللي كان نجحه؟ ضيعته يلي نجحته ولا انا يلي نجحته؟ يعني لولا صوتي ولولا شفقتي وعطفي علاه كانت شرشح تبهدل، وكان سعيد كالحوز هلق قاعد محله هون بشركة اللحوم الفاسدة المجمدة. بقى يلا الله يرضى عليك يا آنسة، تارك السيارة بالشارع ومخاف يسرقوها. قال اجتماع قال. طيب طيب ماشي، اهلا وسهلا. طيب بشوفك بشوفك بعدين. اهلين اهلين استاذ، مع السلامه. يا اهلا وسهلا. صباح الخير استاذ. صباح النور. شوفي سوزان، قال في واحد برا بده اياكم اسمه ابراهيم الخنشور، قال له فضل عليكم هو اللي نجحكم بالانتخابات. هيك عم يقول. لا حول ولا قوه الا بالله على العلقه. العي فورا، ما بدي اشوف خلقته بنوب. قالي له مسافر، عندي اجتماع. لعم شو هالبلية هي؟ روحي قبل ما ابتلي فيه. حاضر استاذ. لعم على المصيبة هي معقول؟ الو. اهلا اهلا اهلين اني سلمة. بكرة المقابلة التلفزيونية؟ طيب طيب أنا جاهز جاهز. أهلين مع السلامة.
شفيق، يعني أنا حابة أسألكم بعد ما حضرتكم صرتوا بالمجلس، شو هو شعورك لما بتشوف البيت القديم يلي عشت فيه طفولتك الكادحة؟ آخ يا أنسة، هالدار هاد إله معزة بقلبي لأبد الأبدين. أنا بهالدار هاد اتعلمت الإخلاص والوطنية والمحبة. أبي الله يرحمه تعيش أحبابكم. بفع الحيط هاد كان يقلي يا ابني لازم تخدم الناس، ما بدي منك شيء إلا خدمة الناس. طيب سيد شفيق، شو بتحب تقول للجماهير اللي انتخبتك؟ أنا بتشكرها كتير وما بنسى فضل علي أبدا. ولا تنسى فضلي أنا كمان يا أستاذ شفيق، أنا يلي نجحتك ولولاك كنت سقطت، صح ولا مش صح؟ احكي ضميرك، أنت كنت واقف أصوت واحد وأنا نجحتك والكل بيعرف هالشي. عفوا لو سمحت، بقدر أعرف من حضرتك؟ أنا اسمي إبراهيم الخنشاور. تشرفنا سيد شفيق، يا ترى شو قصة هالصوت اللي عم يحكي عنه؟ الحقيقة كان الأستاذ شفيق داقر على صوت واحد وأنا جيت الساعة 2 إلا دقيقة محمولا من بيتي، معطلا من شغلي، مزعوجا من زلم شفيق بايك، وانتخبت شفيق البطاقة قبل ما يسكر الصندوق، ولهالسبب فاز على سعيد كالحوس بفارق صوت واحد بس هو صوتي. صح ولا مش صح يا شفيق؟ أستاذ صح ولا مش صح؟ صح طبعا صح. شلون لكان؟ عقب قلبه شو هالبلا هاد؟ معقول؟ ولك بهدلني؟ شلشحني؟ لك وين ما كنت بيطلع لي؟ بيلي أنا اللي نجحتك، أنا اللي ركزتك، أنا اللي دفشتك، لعم لك جنني، حتى المقابلة التلفزيونية نزع ليها. سيدي إذا بتحبوا منخفيه من على سطح الأرض، بس أنتوا أمروا ونحن جاهزين. ولك يا بني آدم شو تخفيه؟ طيب لكان شو بتعملوا سيدي؟ بدي اياكم تعملوا له قتله مرتبه ينسى فيها حليب امه وينسى اليوم اللي انتخبني فيه وما يحكي بيسير بنوب. حاضر معلم. بس ديروا بالكم، ها اوعكم تروحوه. ابو رعد بعرفك ايدك تقيله، يلا روحوا. ولا يهمك سيدي ولا يهمك، ان شاء الله الدوره الجايه الله بينصرك وبتكسحه لشفيق البطه كسح. انا اللي حارق قلبي وما مخليني نام الليل، اني سقطت من شان صوت واحد. سيدي انا عرفته لصاحب هذا الصوت. مين هو؟ هذا اسمه إبراهيم الخنشور سيدي. إبراهيم الخنشور؟ بسيطة، أنا لازم أشفي غليلي منه، لازم. يا جماعة والنبي جددوا عهد النبي، لا تطيعوا ظالما لا تطيعوا الأجنبي. يا جماعة شوف هيك، ها شوف هيك والله. بخيركن خلاص أبخيتش عيدة. شوفوا لإبراهيم، إذا من اليوم ورايح بتقول إنه أنت اللي نجحت الزعيم شفيق البطة ما بتلوم إلا نفسك، فهمت ولا لا؟ فهمت. حاضر يا خيي. اسمعوا له، هلأ عملنا لك كركرة على الناعم، بس الله يعينك إذا بدك تعيدها. خلاص أبديش كركرة، أبديش كركرة. يخرب بيتك مثل الوحوش، كل واحد فيكم قد الدم، ما لقيتوش تتفششوا إلا فيني. لك واحد بيني دلي يا كلبي يا مهتال. لك يا بيخي يا بيخي لك علمنا هاد. حرف هلأ معلمنا سعيد الكحلوس ما بيستاهل تنتخبه يا حيوان. الكحلوس شو مال الكحلوس؟ أصلا هاي القتلة بس لحتى تتعلم السنة الجاية تنتخبه. خلاص لك مين معلمكن انتو؟ يكون حرامي كاني بعرف وينه، بعرفش ليش طول قلبي عم يغلي عليه غلي. السلام عليكم. روح لك عسى ياخذك. وكوينك لهلق؟ جماعة التلفزيون صاروا بيجي ساعتين عم ينتظروك. وك شو بك يا زلمي؟ ليش هيك منظرك؟ عامل لك شي حادث يعني؟ لا مش عامل لي حادث. لك ليش هيك مطبش تطبيش؟ ما في شي ما في شي، خلاص اعطيني شوية مي. ايه سيد ابراهيم، نحن خصصنا لك حلقة كاملة لحتى تحكي فيها. عن شو بدي احكي؟
بدك تحكي لنا شلون صوتك بآخر لحظة رجح الكفة لصالح شفيق البطة. اسمعوني يا جماعة، الحاضر منكن يعلم الغايب، أنا لا رحتش على الانتخابات ولا جيت. يعني ما انتخبت شفيق البطة بنو؟ لا ما انتخبتوش. ولا سعيد كالحوس؟ ولا سعيد البطيخ. وك يا آنسي، أنا شغلة الانتخابات كلها وبأنحاء العالم، مش بس عنا هون، بأنحاء العالم ما بتخطعش بعقلي منوب. بعد لنا هالكاميرا بالله. يعني أنت مقاطع الانتخابات؟ يا باقي أنا؟ شرف معي، شرف معي على الفرع لعند المعلم، شرف. ليش لا سمح الله؟ بتهمة شو؟ بتهمة مناهضة الديمقراطية. يا مريم وين ماخذينه؟ هيك الدم يبكي تكلاته.